يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم، ويوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح، ابدأ يومك صح. خلينا دايما مهما كان الخبر اللي ممكن تصحى عليه، ممكن في ناس كتير في أيام كده بتصحى الخبر ممكن مش لطيف، ممكن يغير مودها إلى حد ما، بس بنقول إن الدنيا بتستمر. خلينا دايما نحاول إن احنا نبتدي يومنا بابتسامة حلوة وبتفاؤل، وإن شاء الله دايما بكرة هيبقى أفضل. صباح الخير يا آية. صباح الخير يا أسماء، وصباح الفل على المشاهدين الكرام. موسم المانجا، إيه السبب اللي ممكن يخلينا ما نبتسمش دلوقتي وإحنا في موسم المانجا يعني يا أسماء؟ بجد تخيلي إن ده ده خبر حلو والله. بالظبط، إن دي حاجة فعلا تخلي الواحد، انا ابتسمت اول ما افتكرت المانجا كده وهي ساقعة وفي الحر. يعني ما تفتكر كده ان انت عندك مانجا في التلاجة وتقوم من النوم مبتسم كده واليوم يبدا حلو، لانه المانجا. شكرا يا ايه، شكرا اشكرك. ده في مفاجأة النهارده، يعني جايبين لك مانجا بقى، النهارده كل اللي يقعد معايا. المانجا دي من الحاجات اللي كلنا بالتاكيد بنعشقها بحقيقة. يعني المانجا دي معشوقة المصريين وغير المصريين والله، يعني ناس، في ناس كتير بتستنى فصل الصيف، بالذات الناس اللي بتقول ان هم بيحبوا الصيف، والفريق التاني اللي بيحب الشتاء يقول لهم الصيف ايه ده، الجو حر ورطوبة عالية. لا يا جماعة، الصيف فيه حاجات فعلا بتسبب السعادة زي المانجا. المانجا دي اول مرة تم زراعتها كان من اكتر من 4000 سنة، تخيلوا. وابتدت زراعة المانجا في الهند اصلا من زمان. الهند فيها اكتر من 1400 نوع مانجا، لانه يعني اماكن كتير ومدن كتير في الهند بتزرع مانجا، بس مختلف الانواع. بقى بقول لكم 1400 نوع، حتى الهند نفسها فيها مدينه اسمها عاصمه المانجا، هي مانجا بقى، عباره عن مانجا بس يعني. طب انا هروح اوضب بقى شنطتي واطلع على هناك، نقعد في عاصمه المانجا هناك لحد ما موسم المانجا يخلص. حقيقي يلا. المانجا طبعا بدات في الهند زي ما بقول لكم زراعتها، لكن اتنقلت بعد كده لجنوب آسيا وشرق آسيا ومناطق ومدن كتير جدا ودول كتير على مستوى العالم في القرن ال 18 وال 19، وبعد كده بعد شويه يعني وصلت لمصر بقى يا اسماء. كان حظنا حلو ساعتها. حظنا حلو جدا، وخصوصا بقى يا جماعه بجد، يمكن يا ايه واي حد ليكي قريب بره او عايش بره او حتى اللي بيسافر بره، عارف ان المانجا المصريه مختلفه. في مانجا على مستوى العالم انواع كتير جدا، وساعات تلاقيها كبيره ولونها حلو وشكلها حلو، بس بتحسها كده بلاستيكيه. شو المانجا المصريه ريحتها لوحدها بتسبب، يعني انا بصوا يمكن بدات، كانت البدايه مش لطيفه، دلوقتي ما شاء الله الابتسامه من الودن للودن دلوقتي. صرت المانجا برضه بتغير المزاج. حقيقي وشي نور مع ان انا افتكرت كده. امال لسه ما تاكلي المانجا النهارده في اخر الحلقه هتعملي ايه؟ لا، فالنهارده يعني معلش استحملنا، هيبقى في حاجات بالايدين وكده، وعادي دي المانجا يا جماعه لازم الواحد ياكل، وعارفين في الفيلم. انت عارفه ان الناس اختلفت في طريقه اكل المانجا؟ لا لا لا، تاكليها ازاي؟ لا لازم اوقع على نفسي. تاكليها ازاي؟ بالمعلقه بتقطعيها زي الليمبي؟ ايوه زي الليمبي. لا 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 لا، لازم الليمبي كده وتروحي ماسكه البذره كده، و لازم نقعد بقى ونفرش. أيوة وكده. في ناس بتاكلها بالمعلقه، في ناس بتقطعها مربعات بالسكينه، ففي طرق مختلفه يعني. لا لكن لا، ليها كده اجواء مخصصه واجواء خاصه، خصوصا المانجا المصريه مره تانية. زي يمكن ايه ما كانت بتتكلم، هي بدايتها بالتاكيد كان في الهند، اول من بقى جابها مصر، واللي احنا كلنا النهارده هنفتكره بخيره كلنا هندعي له بالتاكيد، ابراهيم باشا، وده كان 1850 ما جابها وبدا يزرعها في الحدائق عنده في القصر بجزيره الروضه. وبعد كده بقى هو طبعا كانت اول بدايه بتاعتها او اول مانجا وصلت مصر واتزرعت كانت من جزر الهند الشرقيه. وشايفين المانجا شكلها حلو كده، الوانها كمان حلوه يا جماعه. النهارده لابسه برضو اللون قريب من، لا الدنيا النهارده لطيفه، لا ان شاء الله يوم يبقى حلو. وطبعا في العديد من الشخصيات صاحبه الفضل زي ما بيقولوا في انتشارها بعد كده. فاحنا النهارده بقى احتفالا بالمانجا هندعي طبعا كلنا ابراهيم باشا، وكلنا هنستعد النهارده علشان عندنا يوم واحتفاء لكل عشاق المانجا. فالنهارده يقعدوا يتفرجوا علينا، ويا سلام لو في واحده كده في الثلاجه تجيبها وتروح مقطعها كده وقاعد بتتفرج وانت واحدة بتاكل مانجا. انت تاكلوا المانجا بالواحده يا اسماء؟ ما تهزريش يعني قدام الناس بقى، قدام يعني هنعمل نفسنا بناكلها بالواحده. صباحكم خير وصباحكم سعاده وصباحكم مانجا. خلينا نبتدي حلقتنا، حلقه جديده 8 الصبح، ابدا.
نتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. قراءة تحليلية في أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. أخبار محافظة مصر فأحسن ناس. الفنان شوقي شامخ فأنا المصري. وهنناقش تفاصيل مراعاة الموازنة الجديدة للفئات الأولى بالرعاية. وهنتعرف على حكاية رحالة مصري زار 60 دولة حوالين العالم. هنواصل استقبال الطلاب أصحاب الأفكار ومشاريع التخرج المختلفة. وفقرة خاصة عن سبب عشق المصريين لأنواع المانجا المختلفة. مرحب بحضراتكم مرة تانية. خلينا بقى سريعا نبتدي فقرتنا الخدمية اللي بنبتديها دايما مع حضراتكم بحالة الطقس. بيان هيئة الأرصاد الجوية النهاردة بيقول لنا إن لسه طبعا بنشهد في ارتفاعات في درجات الحرارة هتكون مستمرة، هيسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء جنوب الصعيد، حر رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هيشهد نشاط رياح محدود، مش عايزين نبقى محدود، عايزين شوية نشاط رياح يهدوا كده الدنيا، لكن هيكون محدود على بعض المناطق مع استمرار بالتأكيد ارتفاع نسب الرطوبة اللي بتخلينا للأسف نحس بارتفاعات درجة الحرارة بشكل أكبر، يمكن بيوصل لدرجتين أو ثلاثة. وكمان هيبقى فيه شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء. لكن خلينا بقى نطمن من آية على درجات الحرارة بالظبط، نشوفها بقى في كل محافظة كده النهاردة الدرجات شكلها ايه. النهاردة الحرارة ايه ايه؟ الحرارة مرتفعة، يعني يمكن كمان يا اسماء عن امبارح نسب بسيطة، نسب رطوبة كمان عالية قوي بتوصل ل 95 مثلا في المدن الساحلية و90 على القاهرة. بتقل طبعا كلما اتجهنا جنوبا وابتعدنا عن البحر او المسطحات المائية، لكن درجات حرارة مرتفعة برضو يعني بنسبة كبيرة. خلوني اقول لكم خبر حلو كده قبل ما نبدا نستعرض درجات الحرارة، يمكن يهون عليكم حرارة الصيف شوية، انه باقي 64 يوم على فصل الشتاء. يعني هم 64 يوم ان شاء الله يحطوا بسرعة بقى ونستقبل فصل الشتاء ودرجات الحرارة تنخفض، لكن استمتعوا بهذه الاجواء الصيفية. وخلونا نتابع متوسطات درجات الحرارة النهاردة. القاهرة النهاردة 38 مع طبعا نسب الرطوبة اللي بتوصل ل 90%. تقدروا تقولوا انه درجة الحرارة المحسوسة هتكون ما بين ال 40 وال 41 النهاردة على القاهرة. طبعا الرطوبة مستمرة كمان في ساعات الليل، يعني ال 26 دي نقدر نقول ان هي 30 المحسوسة بتاعتها عشان الرطوبة. ودرجات الحرارة في نفس المتوسطات في معظم محافظات الوجه البحري والدلتا تحديدا. مدن القناة إسماعيلية 39، بورسعيد 36. خدوا بالكم إسماعيلية احنا بنركز عليها النهاردة عشان بنتكلم عن المانجا برضو، وإسماعيلية والسويس مشهورين كمان بزراعة المانجا وموسم المانجا، الأجواء هناك مناسبة جدا لزراعة المانجا. هنكمل معاكم باقي المحافظات. شرم الشيخ 42، أو يعني درجات حرارة عالية جدا جدا في شرم الشيخ. لكن والله دي ما تجيش حاجة بقى جنب درجات الحرارة مثلا في أوروبا، يعني إذا كنا احنا في مصر متعودين على الطقس ده إلى حد ما، أوروبا بتوصل فيها درجات الحرارة لأكتر من 45، وهم مش متعودين على الأجواء دي. يعني كمان في بعض الحرائق في مناطق مختلفة من اليونان فيها حرائق، بعض الجزر فيها حرائق، فيضانات بسبب طبعا ارتفاع درجة حرارة الأرض. يعني التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول في العالم بتؤدي لكوارث. عندنا في مصر أجواء جميلة نقدر نستمتع رغم هذه الارتفاعات ورغم نسب الرطوبة ومهرجان العالمين في العالمين طبعا وفي الساحل الشمالي، أجواء جميلة جدا جدا. روحوا واستمتعوا هناك بالأجواء الصيفية هناك. وطبعا يعني أكم من مدن ساحلية في مصر، مش بس العالمين ومش بس اسكندرية، عندنا مرسى مطروح، عندنا شرم الشيخ والغردقة. اهو الغردقة النهاردة 42 مرتفعة نسبيا، لكن نقدر برضو نستمتع بهذه الأجواء. نشوف برضو أقصى الجنوب في مصر، الأقصر وأسوان أخبارها النهاردة. وأسوان بالنسبة لنا احنا كمصريين بتبقى مشتى أكتر، لكن للسياح والأجانب والعرب كمان
يقدروا يعتبروها في الصيف مدينة رائعة للتنزه ولقضاء الأجازة الصيفية، لأنه درجات ال 44 اللي أنتم شايفينها دي بالنسبة لهم هم دي درجات حرارة قليلة بالمناسبة، يعني الخليج بتوصل عندهم بتلامس ال 60 في بعض الأحيان، فبالنسبة للخليج مثلا 44 دي أجواء حلوة جدا. بالنسبة لأوروبا دلوقتي يقدروا يجوا يصيفوا عندنا في كتير من المدن المصرية. استمتعوا بهذه الأجواء، يعني حاولوا دايما تبصوا لنص الكوباية المليان وتبدأوا يومكم كده بأجواء حلوة، افتحوا الشبابيك، خلوا الشمس تدخل ويومكم جميل بإذن الله. خلونا كمان نتابع المرور النهاردة أخباره إيه. طبعا النهاردة بداية يوم عمل من بداية الأسبوع كان أجازة، يعني كان عندنا لونج ويكند من الخميس والجمعة والسبت والحد كانت أجازة، امبارح كانت بمناسبة 23 يوليو طبعا ذكرى الثورة، والنهاردة أول يوم الناس ترجع تاني تنزل الشغل، فهتلاقوا بعض الكثافات في بعض الطرق على عكس شكل الخريطه امبارح. امبارح كان اللون الاخضر بس هو اللي موجود، النهارده في لون احمر ظاهر بكثافه خاصه اعلى كوبري اكتوبر، هتلاقوا منطقه وسط البلد كمان فيها احجام مرتفعه، فعند الكورنيش قدام وزاره الخارجيه في سيوله مروريه والزمالك وكورنيش الزمالك وكورنيش العجوزه ومنطقه العجوزه والمهندسين، كل ده بيشهد سيوله مروريه. كوبري 15 مايو بعض الكثافات مش على الكوبري، لا يعني وانت نازل بقى من الكوبري كده طالع المحور الدنيا لطيفه، وانت العكس جاي من المحور نازل ميدان لبنان تحت الدائري بيبقى دايما في كثافات في الاتجاه ده، والدائري في الاتجاهين عظيم برضو، يعني انصحكم تاخدوا الدائري في التوقيت ده ما بيكونش عليه اي كثافات او احجام مروريه. كمل المحور معاك اهو، شايفين المحور بالكامل ما فيهوش اي احجام مروريه، في بعض الكثافات المتقطعه وده ربما بسبب التحويلات المروريه على المحور واعمال التوسعه اللي بتتم على الطريق، لكنها غير مؤثره على حركه المرور حتى الان. ده طبعا المتجهين لمدينه السادس من اكتوبر والشيخ زايد ووصولا كده لميدان جهينه، هنلاقي ولا لسه؟ لا لسه، لسه قدام شويه، لكن بشكل عام يعني زي ما انتم شايفين الطريق بيسير بشكل جيد جدا. الناس اللي رايحين الشيخ زايد واكتوبر واللي نازلين العكس، في طرق بديله كتير، يعني التطورات والطفره اللي حصلت في ملف الطرق كمان هتلاقوا الطريق الاوسطي بيوصلك من الشرق للغرب. الناس اللي جايه مثلا من القاهره الجديده او من المدن الجديده في شرق القاهره رايحه الغرب ممكن تاخد الاوسطي، الناس اللي متجهه للاقاليم او جايه للقاهره من الاقاليم الطريق الاقليمي، في كتير جدا من الطرق المحوريه والدائريه اللي بقت بتسهل على الناس حركه المرور وبتسيب لك اكتر من اختيار، يعني مش طريق واحد هيوصلك، في اكتر من طريق هيوصلك من والى نفس النقطه. توصلوا بالف سلامه يا رب، وان شاء الله بتمنى لكم رحلات مروريه سعيده وسالمه. وتعالوا نتابع متوسط الاسعار النهارده، الخضروات والفواكه ومواعيد الصلاه. بسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير.
عليا يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح يا هرنا كل. أرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا سريعا نبتدي أخبارنا النهاردة. بالتأكيد مصر كعادتها وزي ما احنا تعودنا ما بتتأخرش على أي دولة، سواء ما كانت شقيقة دولة صديقة في العديد من الأزمات. بنتكلم أزمات كتيرة عدت على العديد من الدول، وشفنا التحرك المصري كان دايما يكون في مقدمة الصفوف. يعني مثلا أزمة زي أزمة كورونا كان التحرك بشكل سريع جدا إن احنا نقدم مساعدات طبية لدول زي الصين، زي إيطاليا، دول عديدة عربية كان في برضو التحرك السريع ان احنا نقدم لها مساعدات طبيه. السيول في السودان، العزيزه غزه، التحرك دائما وابدا بيبقى من الدوله المصريه. السودان، ويمكن كنا مع حضراتكم على طول من احنا بنبين لكم ايه اللي احنا بتعمله او الدوله المصريه التحركات اللي هي بتعملها والمساعدات علشان الشقيقه السودان. واخيرا بالتاكيد دوله اليونان. اليونان الحقيقه على مدى الاسبوع اللي فات او بقى لها 5 ايام بتشهد موجه شديده جدا من الحرائق، وده طبعا احنا شايفين ان في ازمه عالميه، في ارتفاع غير مسبوق على مستوى العالم في درجات الحراره، وده بيؤدي للعديد من الحرائق ومنها في جنوب اوروبا واليونان على وجه الخصوص. بنتكلم على مساحات كبيره جدا بتصل الى 40,000 فدان تم تدميرها بشكل كامل. اكبر عمليه اجلاء حصلت في اليونان لغايه يعني على مستوى التاريخ لغايه النهارده بتحصل حاليا، في 19,000 تم اجلاء، اكثر من 19,000 منهم 16,000 بري، 3,000 بحري. يعني في عمليه اجلاء وفي طبعا مشكله كبيره جدا في اليونان، لكن بالتاكيد مصر ما بتتاخرش، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، وبالتاكيد مره تانية استمرار للدعم المصري المقدم للدول الصديقه والشقيقه علشان مجابهه كافه الازمات والمحن اللي بتتعرض لها هذه الدول. اصدرت القياده العامه للقوات المسلحه اوامرها بتجهيز 3 طيارات هليكوبتر، ودي الطيارات دي مزوده بكافه المعدات والوسائل المتطوره لمشاركه طبعا السلطات اليونانيه في اخماد الحرائق المندلعه هناك في عدد من الغابات بدوله اليونان. ده طبعا بياتي تاكيدا على عمق العلاقات التاريخيه اللي بتربط بين مصر واليونان، والعلاقات دي اللي شهدت تطور كبير جدا 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 على مدى السنين اللي فاتت بنتكلم فيه. العلاقات دي شهدت طفرة كبيرة جدا، ويمكن رئيس وزراء اليونان كتب على صفحته على تويتر: أود أن أعبر عن خالص شكري للبلد الصديق وحليفتنا الاستراتيجية مصر بعد إرسالها 3 طائرات للمساعدة في إخماد نيران الحرائق في الغابات. وكمان بنتكلم على العلاقات، سواء كان بقى بنتكلم على المستوى الثنائي بين مصر واليونان اللي شهدت طفره كبيره جدا، او على مستوى الثلاثي والتحالف ما بين مصر وقبرص واليونان، فده طبعا بياكد على اهميه مصر اللي احنا دايما بنقول لحضراتكم اللي احنا بنشوفها على ارض الواقع، سواء كان اقليميا او على مستوى العالم. بالتاكيد يعني ربنا يديم عز مصر يا رب، ويديمها دايما بلد الخير والسلام والامان، سواء في مساعدات الدول الاخرى وارسال المساعدات، او في استقبال كمان شعوب اخرى على ارض مصر، ضيوف مصر اللي دايما مرحب بيهم طبعا ما بين الشعب المصري. نروح بقى لاخبار الثانويه العامه. انا طبعا عارفه النتيجه لسه ما ظهرتش، وان شاء الله زي ما اعلن الوزير هتكون في ميعادها اللي اعلن عنه سابقا في بدايه اغسطس، يعني ايام قليله، وان شاء الله النتيجه تفرحكم وتكملوا الاجازه سعداء ومبسوطين وراضين بنتيجه الثانويه العامه. لكن بشكل مبدئي الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني اتكلم عن نسب النجاح السنه دي في الثانويه العامه، واتكلم عن بعض المواد. قال انه نسبه النجاح مثلا في ماده الكيمياء وصلت ل 88.9%، وانه عدد الطلاب الحاصلين على درجه 95% او اكثر من الدرجة الكلية في مادة الكيمياء وصلت حوالي 2.4% من إجمالي عدد الطلاب اللي أدوا امتحان الكيمياء، نسبة مرتفعة جدا يعني ما شاء الله. كمان مادة الجغرافيا في 91.6% من الطلاب في مادة الجغرافيا نجحوا وحصلوا على 95% أو أكتر من الدرجة الكلية بنسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. كمان اتكلم عن مادة التاريخ اللي اتكلم وقال انه وصلت نسبة النجاح فيها ل 90.2%، وانه الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية وصل ل 1.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. وأخيرا الحديث عن مادة الفيزياء
انه نسبه النجاح فيها وصلت ل 91% والطلبه اللي حصلوا على 95% فاكثر من الدرجه الكليه 2.9% من اجمالي عدد الطلاب اللي تقدموا لامتحان ماده الفيزياء. بدايات ونسب مبشره ان شاء الله النتيجه النهائيه والكليه لكل الطلبه والطالبات في مرحله الثانويه العامه تكون نتيجه مرضيه للجميع وتؤهلكم لدخول الكليات اللي انتم حابين تدرسوها والمجالات اللي انتم حابين تدرسوها. ودايما بفكركم مفيش مصطلح اسمه كليات القمة، دنيا مفتوحة، سوق اتغير، متطلبات سوق العمل اختلفت جدا جدا عن من 10 سنين فاتوا، فدايما خلوا تفكيركم وطموحاتكم وتطلعاتكم متطورة وبتواكب سوق العمل في مصر وخارج مصر. توفيق للجميع يا رب. مش عارفة ما بحبش أنا سيرة الثانوية العامة، فهنطلع بقى نبعد بقى سريعا عن الثانوية العامة ونروح بقى للجمال والعظمة اللي بتحدث في مدينة العالمين الجديدة، الحدث الأهم والأبرز سياحيا في المنطقة كلها، منطقة الشرق الأوسط. يعني حدث بجد احنا كلنا بنستمتع بشكل كبير جدا جدا، بنتابعه مع حضراتكم يوم بيوم، بنشوف ايه اللي بيحصل. شفنا الافتتاح الأولى للحفلات وكانت حفلة فوق الرائعة، سواء كانت تنظيميا او خروجا طبعا بالنجم الكبير تامر حسني. جميع الانشطه وجميع المسابقات وجمال العالمين سواء كانت كمدينه سياحيه او كمان حتى في الجو، يمكن كانت لسه ايه بتقول لنا الدنيا حر ورطوبه ومش عارفه ليه في العالمين الجو هناك لطيف جدا جدا. فخلينا نروح لزميلتنا هدير جميل مراسله قناه دي ام سي اللي موجوده هناك دلوقتي في العالمين، وهتكلمنا على بقى اخر تطورات العمل في البرج الايقوني اللي بالتاكيد من اهم معالم مدينة العالمين الجديدة. خلينا نصبح عليها وتقول لنا بقى ايه اللي بيحصل هناك. صباح الخير يا هدير. صباح الخير. لسه في العالمين الجديدة بنرصد كل الأجواء الخاصة بفعاليات المهرجان، أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط والساحل الشمالي. الحقيقة أنه الجو هنا في العالمين أكتر من رائع على عكس الأجواء الحارة والموجة الحارة في المحافظات. العالمين بتسجل 33 درجة، دي أقل درجة حرارة من بين 3 محافظات إلى جانب إسكندرية ومرسى مطروح. الحقيقة أنه الفعاليات الخاصة بالعرض الجوي المصري الإماراتي العالمين اير شو كان اكتر من رائع بالامس. قوات المظلات وقوات فريق طبعا سرب الفرسان الاماراتي الى جانب قواتنا البحريه والقوات الجويه، الحقيقه انهم قدموا عرض اكتر من مبهر وكل الناس كانت منبهره بيه. لكن العالمين 48 الف فدان، وغير العالمين الجديده والشكل الابهار والابراج الشاطئيه العاليه، كمان لسه في تطوير بيحصل ولسه في ظهير ابلي للعالمين. النهارده حبينا نكون موجودين في مكان مختلف، الظهير القبلي امتداد العالمين الجديده، لان لسه التعمير ما وقفش ولسه الانجاز ما وقفش ولسه عمليات الانشاءات ما وقفتش. انا دلوقتي في الخلفيه معايا البرج الايقوني الخاص بالعالمين، ده طبعا على غرار البرج الايقوني في العاصمه الاداريه الجديده اللي هيكون اطول برج في افريقيا. البرج اللي ورايا ده برج العالمين الايقوني في العالمين، هيكون ما بين اطول 10 مباني سكنيه في العالم. البرج على مساحه اكتر من 400 متر مربع، هيكون 67 دور. حجم الانشاءات احنا شايفينها قدامنا وصل ل 17 دور دلوقتي، رغم ان الاعمال الانشائيه بدات من قريب جدا. اذا كملنا بالطريقه دي يمكن نسلمه قبل ميعاده، كان المفروض يسلم في 2025، لكن اعمال الانشائيه هنا بتجري على قدم وساق. هيوصل ل 67 دور الى جانب ابراج ثانيه، هو ما بين 5 ابراج هتكون طولها 200 متر فقط، لكن هو بيوصل طوله ل 300 متر. برج طبعا الايقوني في العاصمه الاداريه هيفضل هو الاعلى 385 متر، الا انه ده انجاز اخر في العالمين وقطب تاني خاص بالتعمير في العالمين. وطبعا شايفين برضو في الخلفيه بعض الابراج الاخرى، 5 ابراج هتبقى على مساحه اصغر قليلا، اطولها توصل ل 200 متر. لكن البرج الايقوني الحقيقه ناس كتير جدا مستنيه تشوف هيوصل لحد فين، ومستنيين جدا اذا كان الجزء اللي انتهى في العالمين الجديده بهذه الروعه وهذا الجمال، يا ترى الجزء اللي دلوقتي تحت الانشاء ودلوقتي لسه بيتبني بعد ما يخلص في الداون تاون او امتداد الداون تاون هيوصل لايه كمان شهور فقط.
شكرا زميلتنا هدير جميل على هذا الشرح الوافي. بالتأكيد طبعا هذا البرج الأيقوني هيكون من أهم أو هو بالفعل بالتأكيد من أهم معالم مدينة العلمين السياحية اللي هتبقى أو إن شاء الله خلاص هي بقت بالفعل في مصاف أو أهم المدن السياحية في المنطقة. وطبعا هنتابع مع حضراتكم ودايما إن شاء الله المهرجان، مهرجان من أهم المهرجانات في المنطقة العربية والحفلات اللي هتبقى متوالية بالتأكيد. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. مكملين متابعة لأهم الأخبار من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. النهاردة بيشاركنا قراءة الأخبار ومشرفنا في الاستوديو الأستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن. صباح الخير يا أستاذ سامي، أهلا بيك ومنورنا. صباح الخير أستاذ أي. صباح الخير يا أستاذ سامي. صباح الخير حاجة اسمها ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. خلينا نبتدي من الوطن. بدائل الأعلاف كنوز مهدرة، جهات بحثية وتنفيذية تدرسها وتضع شروط ومعايير إقرارها وتداولها بتكاليف منخفضة. منتجي اللحوم يمكن الاستفادة من مخلفات الخضروات والفواكه والقصب، ومنتجي الدواجن زيادة الإنتاج المحلي لمكونات الأعلاف تسهم في دعم البدائل. منذ ظهرت يعني هذه الأزمة في أكتوبر الماضي، أزمة الأعلاف، والحكومة المصرية اتخذت إجراءات سريعة بال إفراج عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف من الجمارك علشان طبعا منتجي اللحوم عفوا منتجي الدواجن، وتأثير على الاستهلاك وعلى الأسعار الدواجن والبيض والألبان وخلافه. دلوقتي الحديث عن بدائل للأعلاف هتزود الإنتاج المحلي، وإزاي يتم الاستفادة من مخلفات زي الخضروات والفواكه والقصب لحل هذه أو ما يبقاش في أزمة إن شاء الله تاني على المستوى البعيد أو القريب. ملف مهم جدا على صفحات الوطن النهاردة عمل زميلنا خالد عبد الرسول من 3 صفحات عن بدائل الأعلاف. يمكن في الفترة اللي فاتت زي ما تفضلتي كان في مشكلة في فكرة دخول الأعلاف، وده أدى إلى أزمات في قطاع الدواجن، وما كانش فيه أكل للدواجن لفترة، وشوفنا فيديوهات انتشرت. دايما الحاجة أم الاختراع أو الحاجة أم أو أساس للبحث عن بدائل. هنا زميلنا خالد من خلال متخصصين في معاهد تابعة لوزارة الزراعة اتكلم معاهم ووصل لصيغة مرتبطة بإيجاد بدائل للأعلاف، وكل هذه البدائل صالحة للاستخدام، وكل هذه البدائل بتدي الطاقة وبتدي البروتين وبتدي زيادة في الإنتاج لهذه الحيوانات. بنتكلم عن مصنع موجود حاليا في أرمنت في قلب مدينة الأقصر. المصنع ده بيستخدم هذه المخلفات خصوصا المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف، وأسعارها معقولة جدا ومناسبة جدا، بعيد عن فكرة توفير الدولار والاستيراد من الخارج. كل البدائل حتى هنا فكرة اختيار العنوان كنوز مهدرة، الحاجة اللي جنبنا وبنرميها لا ممكن تستخدم. بس هي البدائل يا أستاذ سامي برضو يعني غريبة، يعني كسر البسكوت، تفل الزيتون، عندنا كمان قشر التين الشوكي، مستخلصات قشر البرتقال، كسر المكرونة، دي يعني بدائل على فيه ده أكيد. وفي بص يعني في مثلا هنا جنب اللي انت قلتيه في كسر حبة القمح. حبة القمح دي أحيانا في مع المحاصيل ومع فكرة بين قوسين كده الدراسة اللي بتحصل في الموسم بتاع حصد القمح، في قمح بيبقى هالك بيسمى هالك كده، فده بيستخدم أيضا. فمش أزمة خالص طالما أقرت وطالما المذاق بالنسبة للحيوان كويس جدا ومرضي فأهلا بيه. بس احنا عايزين الفرخ تتبسط يعني.
طيب نروح لصفحة 4 وبرضو مستمرين العالم عالمين، ولسه كنا بنتكلم دلوقتي وبنشوف من على أرض الواقع مدينة العالمين الجديدة ينعش القطاع العقاري والسياحي وسيضاعف زوار الساحل الشمالي في ظل التسويق له بشكل متميز، وجعفر أسهم في إنعاش القرى والفنادق. خلينا نتكلم في ملف مهم جدا، وخليني أخذ برضو من اللي انت كنت بتقوله كلمة الكنوز المهدرة. احنا كان عندنا دايما كنوز مهدرة، وكنا دايما بنشتكي من عدم التسويق، ان في دول ما عندهاش اي مقاومات سياحية وبتقدر تجيب ملايين من السواح، واحنا عندنا كل المقاومات ومنها السياحة الشاطئية مهمة جدا، ومدينة زي مدينة العالمين ان احنا دلوقتي اخيرا بقينا او شفنا على ارض الواقع تحرك يعني سريع وصحيح على الطريق المظبوط علشان نجيب السواح او نجذبها وتبقى مدينه العالمين من اهم المدن في المنطقه، منطقه طبعا في السياحه الشاطئيه. طبعا العالمين كانت فيه من 3 سنين الغام، ما كانش فيه صحراء والغام ومكان مهدر، كلنا كنا بنسافر الساحل ما كانش في حد في دماغه العالمين خالص. العالمين يدوب تسمع عنها تربطها بالحرب العالمية، تربطها بالألغام، تربطها بانفجار، تروح تزور هناك المقابر وخلصنا. هي من وقت للتاني يحصل انفجار أو تقري خبر إن في حد معدي فحصل طبعًا. كذا وحتى ده سجلته الأفلام زمان، يعني في أفلام أبيض وأسود كنا بنشوف مشاهد كتير معبرة عن ده. لكن التحول اللي حصل والتفكير الموجود والتخطيط الموجود خلى مكان زي ده مكان جاذب جدا للسياحة العالمية والعربية. بقيتي انتي اللي يروح هناك ويشوف هيلاقي من كل مكان، هيلاقي سائحين موجودين عرب واجانب، هتلاقي رواج مستمر، هتلاقي الموسم اللي كان بيخلص في 3 شهور ممكن يمتد ل5 شهور. الرواج مش في العالمين بس، ولكن اثر على القرى المجاورة وعلى الساحل الشمالي كله. الحفلات اللي موجودة والمهرجان اللي موجود من يوم 13/7 بجماله وبحلاوته ومطربين الكبار اللي موجودين هناك والإبهار. احنا بنشوف التغطية التلفزيونية الموجودة، يعني مساء دي ام سي كان موجود وبرامج كتير كانت موجودة على مدار الأسابيع الأسبوعين اللي فاتوا، وموجودين كمان مكملين مستمرين لأغسطس. فاحنا قدام حدث مهم جدا، حول مدينة العالمين لواحدة من أهم المدن يمكن في المنطقة كلها. الجاذبية دي أو الجذب ده مش هيبقى في الصيف بس، لا ده يمكن يبقى مستمر طول السنة، هتبقى هي هدف للسياحة، هدف للجميع من أشقائنا في الدول العربية اللي هم موجودين من أول الصيف لحد نص سبتمبر مكملين وموجودين معانا. فهنا التحية للي فكر واللي خطط واللي عمل خلى فيه كيان جديد اسمه العالمين. ان احنا بنستغل مرة تانية الكنوز المهدرة، هو دي اهم حاجة، ده العنوان الاكبر بالتأكيد. نروح للرياضة والاهلي من اليوم السابع. الاهلي يرفض شروط فيوتشر للموافقة على بيع محمد رضا لاعب خط وسط الفريق الاول في فيوتشر بسبب مغالاة نادي فيوتشر في طلباته المادية، واشترط الاهلي تخفيض هذه المطالبات المادية من أجل استئناف المفاوضات والموافقة على ضم اللعب. الأهلي عرض 15 مليون جنيه والفيوتشر رفض. قراءتك للمشهد إيه؟ تمام، أنا هقرأ المشهد من الآخر بس عشان المشاهد اللي شايفنا هيقولك أنت بتتكلم على رضا بوب يا عم، بتتكلم على ماتش امبارح. تمام، فامبارح الأهلي كان عنده ماتش مهم جدا، مش مهم، كان عنده مباراة تحصيل حاصل في مباراة مؤجلة من الدوري العام مع بيراميدز، والاهلي خسر 3-0. يمكن كل الناس اللي شافت الماتش قالت انه تشكيل خاطئ من كولر، استهتار بفريق كبير زي بيراميدز، والماتش انتهى 3. ناس اهلاويه كتير تقول لك لا، طب ما احنا قابلنا بيراميدز 4 مرات السنه دي، المره الاولى خسروا بيراميدز خسر 3-0، في المره الثانيه كانت على نهائي كاس مصر والاهلي كسب 2-1 وخد البطولة. المباراة الثالثة كانت في السوبر المصري لما الزمالك اعتذر وانسحب من البطولة وبيراميدز كان هو البديل، والأهلي كسب برضو، خد بطولتين من بيراميدز، خد الكاس وخد
كاس السوبر. فالمباراه امبارح بعد ما انتهى الموسم وخلاص الاهلي حسم البطوله من بدري. نرجع لحضرتك قلتيه رضا بوبو فيوتشر طالب 60 مليون جنيه، هو رقم كبير جدا. الاهلي وقف الرقم عند 25 مليون مع اعاره 2 من لاعبي نادي الاهلي. الباب موارب لو استجابت اداره فيوتشر لطلب النادي الاهلي. اهلا ببوبو. بس المسافه كبيره يعني من ال 25 لل 80 دي، فانت تتوقع انه الفيوتشر فعلا هيوافق على عرض الاهلي، خاصه انه الفيوتشر محتاج فعلا لضم لاعبين يعني. طبعا هو الاهلي، هل الاهلي محتاج بوبو؟ الاهلي محتاج بوبو. طب هذا اللاعب هل رغبته هي الانتقال للنادي الاهلي؟ رغبته، هو بلغ الاداره بيها. لكن هنا بنرجع للمقابل المادي المطلوب، هو رقم كبير جدا ومغالى فيه ومبالغ فيه، رقم ضخم جدا على اللاعب. تمام، الاهلي مش هيزود عن 25 مليون، ولو استجابت اداره فيوتشر هيكون موجود ضمن صفوف الفريق هذا الموسم. ما استجابتش خلاص، خليك في فريقك وتعامل يعني. طيب نروح للزمالك بقى برضو علشان نبقى يعني معدين ونشوف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. الزمالك يستقر على بقاء محمد عواد في الموسم الجديد. طبعا احنا في الميركاتو الصيفي ففي العديد من التنقلات. خلينا نتكلم على ماذا يحدث في الزمالك، قرار بتاع بقاء محمد عواد، وبنتكلم كمان على البطوله العربيه. تمام، يمكن الزمالك ما عندوش حراس مرمى كتير، كان عنده ابو جبل ومشي، كان عنده جنش ومشي، دلوقتي كان عواد، وبعد عواد شويه ادوا فرصه لمحمد صبحي. محمد صبحي مستواه اهتز في الفتره الاخيره، كان فتره كان متالق جدا محمد صبحي، طبيعي كلنا مستغربين على لا طبيعي في بين اللعيبه وبين الحراس عادي ان هو يحصل انتكاسه كده مؤقته. فوجود عواد مهم جدا للنادي الزمالك، خاصه في ظل ان الزمالك ما عندوش فرصه حتى الان هو يضم لعيبه جدد. تمام، ما عندوش فرصه انه يضم لعيبه جدد خالص. كلنا لازم نقف في ظهر نادي الزمالك، هو داخل على بطوله مهمه جدا جدا، البطوله العربيه اللي قيمتها 6 مليون دولار، وده اغلى بكتير من البطوله الافريقيه. ولكن القيمه يمكن اللي يتكلم ويقارن بالاثنين، قيمه البطوله الافريقيه مهمه، لكن بالنسبه لنا كعرب البطوله العربيه مهمه جدا. اتوقع ايه اللي هيحصل فيها؟ من هقول لك دلوقتي احنا في مجال الاستعداد طبعا، بس يعني الاجواء ضبابيه الى حد ما. بصي الابتسامه الخبيثه دي ما بتريحنيش. لا والله لسه راجع من الحج فما فيش خبايث. والله يا حاجه ما فيش خبث. طيب والله ماشي. بصي هو خليني اقول لك ان في حاجه لازم تفرحنا احنا كمصريين. تخيل البرومو الرئيسي اللي معمول عن البطوله، اللاعب رقم واحد فيه رونالدو، اللاعب رقم اتنين مين؟ شيكابالا. طبعا. فاحنا لازم نكون فخورين بوجود لاعب مصري بحجم محمود عبد الرازق شيكابالا في البرومو التشويقي او الاعلاني عن البطوله. الزمالك يعمل ايه؟ ربنا معاه. طيب ليه؟ لان مستوى الزمالك مختلف عن السنه اللي فاتت. الزمالك كان واقف على رجليه، كان قادر جداً. كان قادر، ولكن خلي بالك دائما الفرق المصريه سواء منتخبات او انديه في البطولات المجمعه بيبقى ادائها افضل. البطولات المجمعه اللي هو في مكان واحد، مكان مغلق، في ملاعب مغلقه زي كاس عالم او كاس عالم للانديه، او بطوله زي البطوله العربيه للمنتخبات، بنشوف حتى لو كان اداء فرقنا ضعيف بيتطور بسرعه، الحماس عندهم بيكبر. فاحنا ممكن نشوف اداء مغاير جدا لنادي الزمالك وممكن يعمل نتائج. ولكن احنا عندنا فرق كبيره جدا، عندنا النصر، عندنا الهلال، عندنا الرجاء، عندنا فرق كبيره جدا موجوده في هذه البطوله، وهنتابع واكيد يعني هنستمتع. ممكن القياس على اداء الزمالك في الدوري ممكن الاداء يختلف في هذه البطوله. بنتمنى طبعا لو يعني يكون اداء قوي. لو هي بالقياس بالاداء اللي حاصل في الدوري يبقى الزمالك يرجع في الطياره اللي وصل بيها امبارح. لكن احنا بقول في البطولات المجمعه احنا عندنا روح قتاليه بتخرج في البطولات وخصوصا في الخارج. مين احنا عندنا؟ في المصريين. مصريين. اهلي زمالك اسماعيلي منتخب يعني كل المصريين. بتقول لك ضحكه خبيثه صدقتي والله. نورتنا يا استاذ سامي، يا استاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير جريده الوطن. شكرا على هذه القراءه. ومشاهدينا الكرام خلونا ناخد جولتنا في محافظات الجمهوريه المختلفه ونشوف اخبار اهالينا في كل مكان واحسن ناس. احسن ناس.
نعرفش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه. برحب بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد الموازنة العامة هذا العام من نقدر نقول من أصعب الموازنات اللي ممكن نتكلم عليها على الإطلاق. احنا بنتكلم في أزمات وتحديات اقتصادية عالمية متلاحقة ومتزامنة بتواجه دول العالم كله، فبالتأكيد ده بينعكس بشكل كبير جدا على الدولة المصرية وعلى الموازنة العامة. بنتكلم يعني خبطة زي ما بنقول كده، أيام كورونا كنا نقول يعني وعدت وإن شاء الله العالم هيتعافى، لسه بنتعافى، قامت الحرب الروسية الأوكرانية ولسه مستمرين في هذه التحديات. في ظل الأزمات والتحديات دي الدولة المصرية قامت بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وده بيتوافق مع المستجدات بالتأكيد الراهنة على أرض الواقع، وبيحاولوا أو في إطار وضع حلول وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات. بالتأكيد الدولة المصرية بتعمل بالتأكيد على تحقيق الانضباط المالي الكامل، وخصوصا احنا بنتكلم في التحديات الرهيبة اللي بتواجه العالم كله، من حيث بقى بنتكلم الانفاق، عدد تنظيم الاولويات دون المساس بالتأكيد برامج الحماية الاجتماعية اللي هي من اهم الحاجات اللي بيركز عليها واللي بيهتم بيها القيادة السياسية بشكل كبير جدا، الى جانب ملفات مهمة زي الصحة، التعليم، دعم الفئات الاكثر احتياجا. خلينا نتكلم على هذا الملف بشكل مفصل ونعرف العديد من التحديات اللي احنا وصلنا لغايه فين من خلال الموازنه الجديده. الدكتور محمد الكيلاني استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعه عين شمس هو هيوضح لنا هذه التفاصيل. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، فانا صباح الخير عليكم جميعا والشعب المصري. اهلا بيك يا دكتور. ويعني يمكن خلينا الاول نشرح للناس الموازنه دي بتتحط ازاي، يعني القائمين على وضع الموازنه العام بيحطوها ازاي، لانه الموضوع مش سهل على الاطلاق. يمكن أسماء ذكرت سنة كورونا، موازنة 2019-2020 ودخلت كورونا في مارس 2020، حصل شوية ارتباك في الموازنة العامة لأنه في فئات كانت محتاجة دعم، الصحة كانت محتاجة دعم كبير لمواجهة هذه الجائحة. وما بعدها نتكلم في الموازنة الجديدة، تم الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية بزيادة حوالي 47.8%، يعني نقدر نقول 48%. إزاي تم زيادة المخصصات وليه؟ وده انعكاسه هيكون ايه على الفئات الاكثر احتياجا؟ اولا ازمه فيروس كورونا كانت ازمه كاشفه جدا، مش لمصر بس ولكن لكل دول العالم، انه ان ملف الصحه او مخصصات الصحه عامه في اي دوله كانت محتاجه يتم عمل توسع افق راسي فيه. نزود الفئات الاكثر يعني او الفئات المستهدفه بشكل كبير جدا، سواء كانت فئات عمريه، سواء كانت فئات بتتعلق بالنوع نفسه او بالمناطق الجغرافيه ايضا. فضلا عن انه بدانا نشوف في موازنه 19-20 لانه فيروس كورونا جه في الربع الاخير من عام 2019. كان اول حاله في مصر تقريبا كانت في مارس 2020، ده كان الدخول الفعلي او البدايه الفعليه في مصر بالظبط. ودي ادت درس قاسي جدا لكل دول العالم انه لابد من زياده حجم مخصصات الصحه
خاصة في الأوقات القادمة، لأنه بشكل أو بآخر العالم كله ممكن يحصل أزمة في أي وقت، سواء كان أزمة صحية أو أزمات أخرى متلاحقة مثل الحروب أو غيرها، وبالتالي كان لابد من إعادة فلترة أو إعادة تقييم للملف الصحي أو مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، وده اللي احنا شفناه في موازنة 21-22 و 23-23 بشكل مفصل جدا. أي موازنة بتبقى عبارة عن حاجتين مهمين جدا، إيرادات ومصروفات. الإيرادات دي معروفة أن هي بتتعلق بالإيرادات الضريبية أو إيرادات بتتعلق بالعملة الصعبة اللي مصر النهاردة بتتوسع فيها أفق ورأس بشكل كبير، فضلا عن المشروعات التنموية. ومخصصات المتعلقة بالإنفاق، ده كل ما تنفقه مصر، سواء كان بتتعلق ببرامج التنمية، سواء كان بتتعلق ببرامج الصحة، التعليم، مخصصات بتتعلق بالاستثمارات العامة. بس الحاجة الكاشفة جدا ان احنا النهاردة بنشوف موازنة 22-23 ان في تضخم ايجابي جدا في المخصصات الموجهة للتعليم والصحة، ودي حاجة كاقتصادي بنقرأها انها حاجة ايجابية جدا. دي اللي هي موازنة السنة اللي خلصت دي، السنة والسنوات ايضا القادمة سوف تشهد زيادة ايضا بنسب بتتراوح ما بين 15 إلى 35، لانه بشكل او باخر احنا محتاجين في الاوقات القادمة احنا نركز قوي على ملف الصحة وملف التعليم في الاوقات القادمة. طب حضرتك اتكلمت عن ملف الصحة وملف التعليم، لكن من اهم برضو الملفات اللي بتهتم بها القيادة السياسية بشكل كبير جدا اللي هو نظم الحماية الاجتماعية. خلينا نتكلم عن المخصصات. عندنا في مصر يعني في الفترات السابقة كانت كل دول العالم بتحاول تركز بشكل رئيسي جدا على الاستثمارات، لكن عندنا في الموازنة الجديدة بدأت مصر تعمل حاجة مهمة جدا ولازم نقولها للناس، ما يسمى بالنمو الاحتوائي. يعني ايه نمو احتوائي؟ ان انا يكون عندي معدلات استثمار ومعدلات تنمية وتقدم صناعي وتوسع افق راسي في حجم الصناعه، وعندي صناعات جديده وعندي هيكله للصناعات القديمه، فضلا عن دعم للصناعات اللي متعثره في مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايضا على الشاطئ الاخر ان انا لابد ان اركز على ما يسمى به برامج الحمايه. أيوة. يعني ده اللفظ اللي احنا في الموازنه العامه بدات الحكومه تستخدمه بشكل رئيسي جدا وتركز عليه، النمو الاحتوائي، ان يكون عندنا نمو في قطاعات الصناعه وقطاعات الاستثمارات، وعندنا نمو ايضا في برامج الحمايه، ان احنا نتوسع في برامج تكافل وكرامه بشكل كبير، نتوسع ايضا في حجم الفئات المستهدفه، نتوسع ايضا في المناطق الجغرافيه الاكثر احتياجا في مصر، وده اللي احنا شفناه في الموازنه العامه، ولقينا انه في زياده بتتراوح ما بين 15% الى 25% في تكافل وكرامه في المعاشات وفي نسب اللي حتى في القرارات اللي السيد الرئيس اصدرها في بدايه عام 22 و23، انه حتى عمل ما يسمى بتقديم للعلاوة الدورية اللي هي المفروض تنزل في 1/7، لكن اعطاها للشعب في 1/4، ودي حاجة استثناء من الاصل العام. من الاصل طبعًا. العام ان العلاوة بتكون في 7، لكنه تقدم، واعتبر هذا يعني يعتبر بمثابة استثناء بيعطي نوع من الطمأنة لأهالينا في مصر، والطمأنة أيضا للفئات المحتاجة. هو بيبقى بشكل طبعا دعم نقدي، وفي بعض الأحيان تمكين اقتصادي، مساعدة المرأة المعيلة في محافظات الجمهورية المختلفة. انعكاس ده إيه وتأثيره على الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام وللأسر بشكل خاص؟ خلينا نتكلم على الدعم النقدي والدعم غير النقدي. أي دعم نقدي النهاردة الدولة بتعطيه بيعتبر أثر غير مباشر على الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الاستهلاكي. يعني النهاردة أي مواطن بيحصل على راتبه وبيكون في زياده بيعمل ايه يا فندم؟ بينزل يعمل ما يسمى بالقطاع الاستهلاكي او المشتريات، بيزود حجم مشترياته. حجم المشتريات ده جاي منين؟ جاي من الصناعه. يبقى انا النهارده لما بستخدم القطاع الاستهلاكي وازوده وارفع مؤشراته، ده بيعمل عندي زياده ايضا في حجم الانتاج، لان المصانع النهارده هتخرج المخزون اللي عندها، وبالتالي هتبص على ما يسمى بالمستلزمات الجديده. فده بيعتبر اثر ايضا غير مباشر على الاقتصاد، على الصناعه، على الاستثمارات. فضلا عن انه الدولة النهاردة كدعم عيني مثل السلع التموينية، النهاردة في 400 مليار دعم للسلع التموينية، علاوة على ايضا الدعم المقدم للألبان ودعم الاطفال اللي هم المبتسرين وخلافها. دي كلها بتأثر بشكل او باخر ايضا على عجلة الانتاج، بتأثر ايضا على الاقتصاد، ان انا النهاردة بعمل نوع من الزيادة بنسب افقية ورأسية في الفئات المستهدفة ايضا. طب خلينا نتكلم على الاستيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لحاجات مهمة زي ملف الصحة، ملف التعليم قبل الجماع، وكمان بالتأكيد التعليم العالي. خلينا أقول أنه الاستحقاق الدستوري ده وفقا للدستور المصري، الدستور المصري قال أنه لابد أو يتعين على الحكومة أنها تزود مستحقات الإنفاق، خاصة في مجال الصحة والتعليم. خلينا نروح لأهم ملف، هو ملف التعليم. تعليم ما قبل الجامعة، ودي حاجة إحنا أول مرة نشوفها، زيادة بنسبة بتصل إلى 23%
عمرنا ما شفناها قبل كده في التعليم ما قبل الجامعي. علاوة على النساء التعليم الجامعي زيادة بتصل إلى 20%. خلينا نروح للحاجة بقى الأجمل ما تخلينا يعني احنا بنتكلم 20% و23%، لكن نترجم ده بلغة الأرقام لو حضرتك عندك أمثلة علشان الناس تبقى متخيلة كم زيادة. احنا بنتكلم في أرقام ضخمة جدا. التعليم ما قبل الجامعي كانت الزيادة كان في موازنة 21 22 كانت المخصص له 221 مليار. تزود هذا الرقم الى 356 مليار في موازنه 22 23، ودي زياده رقم كبيره رهيب. جدا كبيرة زيادات جدا. رهيبه. خلينا نروح للتعليم الجامعي. زياده بنسبه 20% كان المخصص له 60 مليار. وصلنا الى 120 مليار في موازنه 22 23. تعليم بقى اللي هو المتعلق به البحث العلمي اللي احنا محتاجين نزوده في الاوقات القادمه، وده زاد بنسبه بتصل الى 25% وصل الى 240 مليار، ودي حاجه يعني احنا كاقتصاديين بنقراها انها حاجه ايجابيه جدا. في فترات كان عندنا الانفاق على البحث العلمي 1 و2 و3 وارقام دي مليار. رقم ضعيف جدا. يعني فترات تكون فترات طويله على فكره يا جماعه، يعني فاحنا بنتكلم دلوقتي في ارقام مختلفه تماما. خلينا اقول لحضرتك ان ايضا لما بتزيدي من حجم الانفاق على البحث العلمي ده بيزود ايضا مع يعني الشيء المهم جدا اللي هو رياده الاعمال في مصر. حقيقي. بيزود محاضنات الاعمال ومسرعات الاعمال، وده بيخدم الصناعه، بيخدم الاستثمارات، فده ايضا بيعود عليكي في 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 الاقتصاد العام للدوله ايضا. الموازنه يمكن هي بتبقى المحرك الاساسي للمصروفات وبرامج التطوير على مدار عام مالي كامل. خلينا نشرح للناس برضو ازاي بتتحط الموازنه، ايه بتبقى اهم البنود اللي بتحتاج لمخصصات اكتر من غيرها، ازاي نضمن انه الموازنه تكون مرنه بما يكفي بحيث يعني تبقى تتقبل اي مفاجات تحصل. يعني كورونا كانت مفاجاه، الازمه الروسيه الاوكرانيه كانت مفاجاه، ازاي ما بتتحط الموازنه بتبقى فيها هامش كده من المرونه يتحمل المزيد من المصروفات على مثل هذه البنود المفاجاه. المرونة بنبص عليها من عنصر الفائض، يعني هل أنا النهاردة هيكون عندي إيرادات وعندي مصروفات اللي هو حجم الإنفاق، فالفائض عندي هيكون إيه أو نسبته كام، ده اللي بيحقق المرونة، لأن لو أي أزمة حصلت أنا بقدر أستخدم هذا الفائض أو هذه الاحتياطات في مواجهة هذه الأزمات. فضلا عن أنه لما يكون عندي اهتمام الدولة بشكل كبير جدا بالاستثمارات العامة، بالاستثمارات الحكومية، توسع افق ورصف حجم الاستثمارات المنفذة، علاوة على انه احنا شفنا وثيقة سياسات ملكية الدولة، والدولة بدأت توسع من حجم ونوع الرخصة الذهبية المعطاة، فضلا عن تأثيرات بتتعلق بتسوية المنازعات. دي كلها تعتبر معطيات لزيادة الاستثمارات الصناعية في مصر. ده بيؤدي إلى إيه؟ لأن أنا بعد كده ببدأ أبص على هذه الاستثمارات عملت عندي ايه في الموازنه العامه للدوله؟ اعطتني قيمه مضافه قد ايه؟ ايه نسب التغير في هذه القيمه المضافه؟ فضلا عن الوزن النسبي في معدل الصادرات، ما انا لما يكون عندي استثمارات صناعيه يكون عندي صادرات بشكل اكبر، يكون عندي تقشف في الواردات. خلينا نقول حاجه مهمه جدا، كان عندنا حلم كمان خاص بالصادرات على وجه الخصوص ان احنا نوصل ل 100 مليار دولار، فاحنا في اتجاه ودايما بنلاقي تحرك جد جدا في للدولة في هذا الاتجاه. خلينا اقول لحضرتك انه كان عندنا 2000 بند جمركي. دي بند جمركي يعني ايرادة، يعني دي واردات جمركية من خارج مصر كانت عبارة عن مواد أولية بنبدأ النهاردة نستخدمها في صناعة والاستثمارات الصناعية. الـ2000 بند جمركي تم عمل فلترة لهم وتقشف بشكل كبير جدا، وبدأنا احنا نستخدمهم في الصناعة الداخلية، بقيناش محتاجين نجيبهم من بره لان احنا عندنا موارد أولية بدأنا نستخدمها فيها. بدائل عشان نوفر عملة صعبة. دي حقيقة، وده اللي عمل عندنا انخفاض بشكل كبير جدا في الرقم المخصص للواردات. وبالتالي انا بعمل ايه يا فندم؟ انا بزود الرقم الايجابي عندي في الصادرات وبخفض الواردات، وده بيديني في الاخر توازن في الميزان التجاري المصري. وده اللي عملته بالتاكيد برضو عايزين ناكد على مبادره ابدا، لان مبادره ابدا عملت جدول او زي ما نقول خريطه صناعيه نشوف ايه الحاجات اللي بتبقى او ابرز الحاجات اللي بيتم استيرادها من الخارج الواردات وبدانا نصنعها هنا في مصر، وده طبعا عمل اثر كبير جدا. خلينا نروح برضو لبند مهم جدا، بند الاجور والمعاشات اللي شفنا العديد من التطورات والزيادات وانعكاساتها، وبرضو خلينا بالارقام الى حد نترجمها بالارقام عشان الناس تعرف هذا الكم كان قد ايه.
بس بشكل سريع معلش. التطور الكبير في الأجور المرتبات وزيادة المعاشات، الأجور المرتبات وصلت إلى 400 مليار جنيه في موازنة 22-23، وده رقم كبير جدا، وخاصة إن إحنا بنشوف إنه السيد الرئيس بدأ يواجه الأزمات الاقتصادية، واجه كل أزمة فيروس كورونا والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن العمالة الحكومية وبعض الشركات قطاع الأعمال العام وقطاع العام، وبالتالي هذا الرقم بيترجم لينا كاقتصاديين بزيادة بتصل الى 25%، وده رقم كويس جدا، لانه طبعا كانت في الموازنه السابقه 21-22 كانت حجم الاجور والمرتبات وصل الى 321 مليار، وبالتالي احنا النهارده بنزود الى 400 مليار، وده رقم كويس جدا في الموازنه العامه للدوله. وعلى فكره في من المفترض جدا السيد الرئيس ايضا كلما الدوله النهارده لديها ايرادات ولديها محفزات ولديها تنميه بشكل كبير جدا في بعض القطاعات، اكيد جدا السيد الرئيس هيزود العماله غير منتظمه ويزود ايضا الجهاز الاداري للدوله والموظفين، لان ده زي ما قلنا في البدايه انه بينعكس على عجله الاقتصاد على عجله الدوله. والسيد الرئيس بنفسه قبل كده قال ان شاء الله توصل مرتبات ل 10,000 و 20,000، وده اكيد ما حدش يكره، هي كلنا نفسنا المرتبات طبعاً تزيد في القطاع العام وقطاع الاعمال العام. ان شاء الله نحقق الرقم ده على فكره مش بعيد ومش صعب ابدا. مش كل الشكر دكتور محمد الكليني استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعه عين شمس، شرفتنا. شكرا جزيلا. زي ما بيتقال دايما للسفر 7 فوائد، حلم عند ناس كتير جدا ان هم يلفوا العالم، يزوروا دول مختلفة، يشوفوا ثقافات متعددة وهويات مختلفة، ويتعرفوا على بلاد تانية وشعوب تانية. ضيفنا النهاردة حقق هذا الحلم بنسبة كبيرة جدا، خلال 3 سنين بس قدر ان هو يزور 60 دولة و300 مدينة جوه مصر وبره مصر، واستمتع برحلات كتير جوه مصر ومغامرات كتير وحكايات كتير هيحكيها لنا النهارده، ومخاطر ايضا اتعرض ليها وهيحكي لنا عنها النهارده. وزي ما هو دايما بيقول على الصفحه بتاعته، لو انت مسافر هتستمتع وهتستفيد يعني بالنصايح اللي بيقدمها لك عن السفر من خلال الخبرات اللي اتكونت عنده، ولو انت قاعد في البيت فهتستمتع جدا بالصور والمناظر الخلابه اللي هو بيصورها دايما في رحلاته. ضيفنا النهارده الرحاله المصري شريف نبيل، اهلا بيك يا شريف. صباح الفل. اهلا بيكم. صباح الفل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. خلينا باختصار كده نبتدي منين الحكايه، عايز تحكي لنا حكايتك ازاي؟ حكايتي بدأت ان انا اشتغلت في مجال كان فيه سفر كتير، كان دايما بتحرك من مكان لمكان، اشتغلت في البحر، اشتغلت في الصحراء، اشتغلت في دول كتير جدا في ده من خلال شغلك كمهندس. فحبيت السفر، جربت كذا مرة وبدأ يبقى جزء من حياتي، اطلع اشتغل وارجع اسافر، اطلع اشتغل وارجع اسافر، لكن حلوة. كصناعة محتوى كان شبه مستحيل اعمل الاثنين مع بعض طبعا للأسف. صعب. عايز تفرغت بقى تفرغ. انت تفرغت، بطلت شغل الهندسه خالص وبقيت فول تايم ترافل. انت كاتب حتى كده 2020 كان اخر حاجه استقلت بعد الكورونا تقريبا، وكان صناعه محتوى على السوشيال ميديا كلها. سافرت بقى، ابتديت السفر بايه وحققت قد ايه؟ سافرت كام دوله من اللي انت كان نفسك تزورهم؟ انا نفسي ازور العالم كله. ده حلم. فزورت 60 تقريبا، يعني هو ربع العالم تقريبا. ايه اكتر بلد في الستين كان نفسك فعلا انت تزورها؟ جنوب افريقيا. كان من الدول اللي كان نفسي ازورها والحمد لله زرتها. ولقيتها زي ما كانت في توقعاتك؟ زي اعلى بكتير. اعلى بكتير. اعلى. كيب تاون من المدن اللي غارت كتير في حياتي، لان السفر دايما هو مدرسه حياتيه. انت بتخشي دي بقى اللي انت كنت بتتكلم عليها في الفاصل، احنا بنتكلم ان هو في بعض المدن معروف عنها انها يعني او يقال ان هي مش اكثر امنا، لكن لها تعامل خاص. بالظبط. ازاي بتتعامل؟ لان معروف ان يعني جنوب افريقيا وكيب تاون على وجه الخصوص لها تعامل خاص جدا. بالظبط. في الامن دايما لما حد يدي نصيحه ويقول يا جماعه المكان ده مش امن، لا نحط خط كبير هنا ونخلي بالنا ونمشي بالاجراءات، نسال السكان هناك أنا رايح الساعة كام؟ أمان نمشي هنا ولا لأ؟ أمان نمشي بالنهار كمان ولا لأ؟ ففي حاجات كتير جدا لازم. أنت مشيت بالإجراءات دي ولا لأ؟ لأنه أعرف إن الأسود حصرت العربية اللي أنت فيها في أفريقيا. دي كانت في تنزانيا. بالظبط. في تنزانيا. في تنزانيا وكان الوضع كان صعب جدا صراحة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل كان وقت كان في سيول، ودخلنا الناشونال بارك بالعربية السفاري. وكنا شايفين قبلها بثواني أسود بتهاجم أو بتصطاد الناحية التانية. وبعديها ب5 دقايق العربية غرزت. مش بس غرزت، بدأت تميل على جنبها. يا نهار ابيض. واضطرينا كلنا نخرج من الشباك بتاع العربية، فاحنا كلنا في الأرجاء حواليك. الأمان في السفاري إن أنت تبقي جوه العربية. دي فين بقى؟
معلش يعني هنكمل. دي في تنزانيا برضه. دي قبائل بتعيش على الصيد. بتعيش على الصيد بس. بالقوس. بدائيين جدا. بدائيين جدا. والقبيله الوحيده اللي بتعيش على القوس ومصرح لها ان هي تعيش على القوس. لا ده انت في ال... شويه مغامرات خفيفه كده كنا بنصطاد يعني تمساح في افريقيا. لا ده انت يعني ربنا يكرمك. انا بحب المغامرات اكتر بصراحه، بحب الحيوانات قوي. تمساح وتعبان ده انا اطمن عليك في موضوع الاسود يعني الحمد لله عدت على بسيطه يعني عادي. بس طب لا اتصرفت ازاي في قصه الاسود؟ الناس لازم تبقى حريصه جدا لان الحاجات دي ليها اجراءات طبعًا. وقبل ما نعمل اي حاجه زي كده بنتكلم مع المسؤول عن الموضوع دون وايه الاجراءات طبعًا. الامان لان التمساح خطر جدا طبعا بالظبط. كملنا قصه الاسود بسرعه عشان عندنا الاسود بسرعه. فنزلنا بره الجايد بتاعنا والسواق نزلونا بره وبدانا نمسك البيناكولر ونراقب الاسود هل هي قريبه ولا لا، لان هم بيجوا على العشب وبيجوا بالراحه. لان طول ما احنا جوه العربيه احنا في امان طبعًا. الاسد ما بيهاجمش العربيه بيعتبرها جزء كبير. طول ما احنا بره العربيه احنا في خطر. لغايه لما الحمد لله تصرفنا وطلعت العربيه والحمد لله ما حصلش اي حاجه. بس طبعا عقبال ما طلعت العربيه كان يعني كان الوضع كان صعب. الوضع كان فعلا كان صعب. طب والناس فعلا كانت قلقانه قوي اكيد يعني. انا نفسي دلوقتي الواحد روحه راحت يعني انا ماليش في القصص دي خالص. طب ايه الدول اللي لسه كنت بسالك السؤال ده، الدوله اللي ممكن تكون مش مروج لها بشكل كامل او بشكل كويس؟ في بعض الدول بتبقى اوفر ريتد جدا يقول لك دي فظيعه مش عارفين الواحد يروح ليها عاديه جدا عليك. وبعض الدول مش موجوده على الخريطه السياحيه بس تروح تنبهر. فايه بقى الدول اللي انت بتنصحنا اللي هي مش موجوده على الخريطه لكن فعلا الواحد ممكن يروح يتبسط؟ في فرق ما بين ان انا عايز اعمل سياحه عاديه اروح اقضي اجازه بتاعتي اسبوع 10 ايام في السنه وفي فرق ان انا سافرت حتت كتير وعايز بقى اغير اجيب حاجه جديده. يعني مثلا لو انا دلوقتي ما سافرتش قبل كده فهروح الحاجات اللي هي سهله في السياحه متوفر معروفة. فيها الخدمات متوفر فيها كل حاجه فهروح اتبسط الاجازه بتاعتي وهرجع. لكن لو انا سافرت بقى حتت كتير 20 30 دوله فعايز حاجه جديدة. يعني مثلا رحت باكستان. باكستان مش موجوده كتير على خريطه السياحه بتاعتنا احنا، محدش يسمع عنها محدش يعرف عنها حاجه. ممتعه جدا والشمال بتاعها يجنن، طبيعه رهيبه. الجو هناك عامل ايه؟ الجو حلو جدا. مفيش رطوبه عاليه لكن في طبعا في اوقات مفضل السفر في السنه. يعني مثلا في الشتاء برد جدا، الشمال ماينس 5 وماينس 10 في الشمال هناك في الجبال. لكن زي ما قلت لو هي اخر اوبشن ماشي، لكن لو عايز بقى اول مره اسافر لا في حتت تانيه كتير احسن وافضل. شريف للسفر سبع فوائد زي ما دايما بنسمع وانا رايي ان هم فوائد لا تعد مش سبعه بس. من ثلاث سنين قبل ما تبدا الخطه بتاعتك دي وتسافر 60 دوله 300 مدينه، ايه اللي اتغير فيك؟ ايه الخبرات اللي اكتسبتها وتحب تنقلها للناس سواء محبي السفر او الناس اللي عندها حلم ان هي تلف العالم زيك؟ بصي انا نصيحتي لاي حد هيعمل اي حاجه في حياته يسافر الاول. يعني خلصت دراسه هشتغل اسافر الاول. خلصت قبل ما يتجوز يعني قبل ما تتجوز سافر يعني خليك واضح كده لان انت هتتغير كتير كتير ايه اللي اتغير فيك؟ انفتاح اكتر، تقبل الاخر بصوره اكبر، اسمع اكتر للناس. مهم جدا الواحد يحتفظ بعاداته وتقاليده وسلوكه مع الانفتاح ده لان طبعا بتنفتح على ثقافات كتير جدا 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 بتاخدي معلومات كتير جدا. بس بطلت تنبهر يعني من كتر ما شفت ولفيت. ايه الحاجه اللي فعلا ابهرتك لما شفتها في السفر؟ انا لسه بنبهر لسه والله يعني انا لسه كنت في رحله في الصعيد في صعيد مصر. عملت 8 محافظات كلهم بري بالعربيه. انبهرت كل مره بنبهر باماكن جديده ما اعرفش ان هي موجوده في مصر. في الصعيد إيه انا رحت معبد دندره في قنا. من اجمل المعابد يعني عبقري. مش في مصر في العالم. انبهار. دخلت المعبد ده انبهرت لسه بنبهر لغايه النهارده. رحت فين تاني في مصر؟ انا خدت 8 محافظات بتوع الصعيد. كل محافظه انبهرت باهلها باكلها باسواقها. طب بمناسبه الاكل ايه الدول اللي كان او ايه الحاجات اللي انت من اكتر الحاجات اللي ممكن تبقى غريبه جربتها في الاكل بعيدا عن الحشرات ارجوك؟ يعني نسيب البقاء ده ونروح الحاجات الغريبه صعب. جربت في ناس بتجرب يعني محدش جرب. كلت صراصير والحاجات دي؟ دوده صغيره كده دوده قلت تدوق يعني ماشي. معلش يا جماعه الناس. بصي هي دايما التجربه مهمه. اغرب حاجه جربتها بصراحه كان لحم الخيل في اوزبكستان. اوكي. واوزبكستان هم مسلمين
بس عندهم الخير في وفره كبيره فبيعتمدوا على لحم الخيل في الاكل عندهم. فدي اقرب حاجه جربتها. وجالك قلب للاسف. انا بعشق الخيل بس هم بياكلوه في لحم التمساح. في دول بتاكل لحم التمساح والحاجات دي. بس كنت عارف لان في ساعات احنا بنقع في الفخ ده واحنا مسافرين ان انت تاكل حاجه استحاله تفكر ان انت تاكلها وانت مش عارف. الله حلو قوي ده ايه؟ فيقول لك اللي هو شرب الضفادع. احنا بالظبط. فانت كنت عارف ان انت هتاكل لحم خيل ولا كالعاده جربته الله حلو قوي ده ايه طلع لحم خيل؟ لا كنت عارف. كنت عارف وقادر يعني. كنت عارف وجربته لان من السفر انت بتحبي تجربي وتنفتحي زي ما قلنا على الحاجات المتاحه، خصوصا ان هو برضو هم مسلمين وبياكلوه وبيذبحوه. فقلت اجربه يعني. جربته مره واحده ما عجبنيش قوي بس نجربه. مش حلو احسن اللي طبعا ما حدش جربه يا جماعه. حلو كده. ايه الحاجات برضو ممكن نقف عندها بس سريعا بقى ابهرتك او الحاجات اللي توقفت عندها في عادات الشعوب؟ عادات الشعوب الشعب الهندي كان من اكتر الشعوب الكالتشر بتاعته ديب قوي ومختلف تماما عن كل الشعوب اللي قابلتها في حياتي. بمعنى سواء اكلهم سواء سلوكهم في الشارع سواء كل حاجه عاداتهم. قول لنا اغرب حاجه ألوانهم. بس ما تشوقناش يعني مثلا حاجة. هم عندهم احتفالات الالوان، كرنفال بتاع الالوان. طبعا هم رهيب. اهتمام رهيب 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 رهيب. اكلهم صعب شويه عشان هو سبايسي بس اللي بيحب السبايسي هيعجبه الاكل جدا. فده من اكتر الشعوب اللي فيها غرابه. عندهم في دفن الموتى هم ما بيدفنوش الموتى، بيحرقوا الموتى. فدي كانت من اصعب تجارب في حياتي بقى يعني. دي اصعب حاجه مريت بيها وانا مسافر. طبعا يعني اللي يسمع غير اللي يشوف. فانت شفت كتير ولسه ان شاء الله رحلتك مكمله يا شريف. احنا استمتعنا جدا بالقصص وان شاء الله نقدر كل الناس اللي نفسها تحقق الحلم ده ان هي تلف العالم تقدر تعمل ده. طبعا بتطبيق النصايح اللي قالها الشريف ان انت قبل ما تتجوز بقى وتتلخم في المسؤوليات، ولو كنت اتجوزت خلاص تقدر برضو يعني تتصرف وتاخد اسرتك معاك وتستمتعوا. شريف نبيل الرحاله المصري شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا على وجودك. شكرا لك. شكرا يا شريف. خلينا هنستكمل بعد دقائق صغيره جدا يعني بقى حلقتنا. بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جلابك سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعال. بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت امان عارفك قدها وحدودها تشيلها. ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك السكة لسه فاولها. قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت امان عارفك قدها وحدودها تشيلها. ده انت من البلد برحب بحضراتكم مرة تانية. طبعا في ظل التقدم الكبير ودايما بنقول عندنا نقلات تكنولوجية كبيرة في كل المجالات، كل المجالات اتغيرت بشكل كبير جدا عشان التقدم. النهاردة هنتكلم عن أبليكيشن اسمه تكنو ميديا. تكنو ميديا ده المفروض ان هو مشروع تخرج لطلاب في قسم صحافة في جامعة في الجامعة الكندية. عملوا هذا المشروع بيجمع ما بين بالتأكيد الإعلام، واضح من اسمه تكنو ميديا، وفي نفس الوقت العالم الافتراضي اللي احنا داخلين فيه وبيغير شكل العالم كله.
هنتعرف على الابلكيشن ده، ايه اهميته وايه لازمته على مشروع التخرج، من خلال طبعا اتنين من الاعضاء الفريق، والباقي بنوصل لهم بالتاكيد كل التحيه، ندى احمد وعلي محمد. صباح الخير واهلا بيكم، وكل التحيه طبعا لباقي فريق العمل اللي مش موجودين بالتاكيد. صباح الفل. يعني قسم صحافه كان زمان مشروعاتهم دايما بتبقى حاجات مكتوبه مقروءه، صحف، حاجات كده. دلوقتي طبعا مواكبه للتطور اللي بيحصل، هو بقى عباره عن ابلكيشن عليه اخبار وميتافيرس وتطور رقمي او تحول رقمي. احكوا لنا بقى فكره المشروع يا ندى الاول. فكره المشروع هو احنا قعدنا مع الدكتور، هي قالت لنا ان احنا نعمل حاجه خاصه بالميتافيرس، فاحنا اقترحنا عليها ان ليه ما يبقاش ابلكيشن بيجمع بين الاخبار التكنولوجيه الموجوده في اقسام كتير مع الميتافيرس، ونعمل اول ابلكيشن بيجمع بين الاعلام الرقمي واعلام الواقع الافتراضي. عملنا مساحه على الميتافيرس، صممتها الدكتور لمان محمد، اول حد يشتغل على الميتافيرس في مصر، بشكرها جدا. عملنا مساحه، عملنا اربع لقاءات افتراضيه، واحد في الصحه، واحد في الصحه النفسيه، واحد في التعليم. يعني اشرحي لنا معلش عشان نفهم الموضوع يبقى مبسط، احنا هندخل على الابلكيشن ده او هنحمله على الموبايل بتاعنا، هنلاقي ايه؟ الاول هنلاقي بوابه بنختار اما ندخل على الاخبار او ندخل على الخدمات. اول ما بندخل على الخدمات بنلاقي لينك الميتافيرس، بندوس عليه بيودينا للمساحه بتاعتنا، بتبقى لوكيشن زي اللي احنا قاعدين فيه ده، موجود فيه شاشات بنتجول جوه بالافاتار بتاعنا، بنختار بقى الفيديو اللي احنا عايزين نتفرج عليه، سواء النشره، سواء التحقيق الاستقصائي، النشره الاخباريه، الاستوديو الافتراضي اللي احنا عاملينه، بنختار اللي احنا عايزين نتفرج عليه، والفيديو بيشتغل وكاننا النظارات دي اللي انتوا لابسينها في الفيديو ده. طب انا عايز اعرف يا اما البس النظاره ايه، اوصف لي بقى انا هشوف ايه. يعني هي قالت لنا دلوقتي العناوين ان هندخل نتفرج على الفيديو إيه، لكن هو عباره عن ايه؟ يعني ايه بعمل صحافه وفي نفس الوقت مواقع افتراضي؟ يعني ايه هو عباره عن ان انا بتنقل، اول ما البس النظاره بتنقل لعالم جوه، يعني بحسه جديد عليا. اذا كنت انا لما جربته اول مره مثلا حسيت جوه ان انا اتنقلت، كنت انا مثلا في العالم الحقيقي حاجه والعالم الواقع الافتراضي حاجه. اللي هو ايه؟ يعني اديني إيه؟ مثال اشرحه لي. انا هلبس النظاره دلوقتي وفي مثال اشرح لي بالظبط انا هدخل الاقي ايه. هدخل الاقي دلوقتي عباره عن مكان كده زي قاعه عرض او زي قاعه عرض صغيره، عباره عن ان انا بشوف كل الشغل او الاجزاء اللي احنا عملناها داخل المشروع بتاعنا. ان احنا عملنا اربع مقابلات افتراضيه في كذا موضوع مختلف. اديني مثال من الاربعه دول. في كان مقابله مع مثلا دكتور شريف شعبان المحاضر بكليه الاثار جامعه القاهره، وهو كان مسؤول برضه عن مشروع ميتا توت الخاص بمصر الفرعونيه داخل ميتافيرس. هي مقابله افتراضيه دي يعني الطرفين كل واحد لابس النظارات دي وبتتقابلوا في المكان الافتراضي تعملوا المقابله، ولا الشخص اللي هتجري معاه المقابله هو شخص افتراضي اصلا؟ لا لا، هو بيبقى شخص حقيقي بس بنلبس نظارات، بتبقى مقابله كل واحد في بيته وتقابلته في مثلا الاستوديو الافتراضي ده. مش ده مثال. بس هي دي القصه كلها. فاحنا عملناها ليه؟ عملناها عشان حاليا العالم بقى واخد شكل جديد في التكنولوجيا، شفنا تقنيات الاي اي، وحاليا شركه فيسبوك بقت بتطور التقنيه دي بقى لها غالبا 3 سنين، ففي اتجاه كبير جدا في كل المجالات فيها، في الصحه وفي التعليم. يعني اللقاء اللي انت بتتكلم عليه ده، انتوا الاثنين لابسين نظارات ومثلا بتتقابلوا عند المقبره او عند انت قلت لي هو كان عامل التخصص بتاعه لا هو دي تجربه كان عاملها ثانيه، فاحنا استضفناه عشان نتكلم عن السياحه في مصر بشكل عام. بس انا بتكلم بقى عامه، هو مثلا هو متخصص في دراسه توت عنخ امون مثلا، تمام، فهنروح ممكن ياخدني يصحبني من خلال هذه التجربه، من خلال النظاره، ان هو يروح بقى يشرح لي على الموميا بتاعته، على الاثار بتاعته. كل ده انا قاعد في مكاني بالظبط. فالنظاره تنقلني لكل ده، بدل ما انا مثلا اخد مجهود وتكلفه ان انا اروح الاماكن دي، لا انا ببقى من مكاني بشرحه هو اقدر افهم كل ده بشكل بسيط جدا. يعني ايه اصعب حاجه قابلتوها وانتم بتنفذوا المشروع بتاعكم وبتحولوه لمشروع حقيقي يقدر المستخدم يستفيد بيه؟ كان في كذا مشكله قابلتنا. اول حاجه الوقت، ان الوقت كان صغير جدا ان احنا نطلع الشغل ده. تاني حاجه ان ناس كتير ما كانتش عارفه اصلا يعني ايه ميتافيرس، واللي كانوا شغالين في المجال ناس قليله جدا، فواجهنا مشكلة كبيرة ان احنا نوصل للناس دي. تالت حاجة التكلفة، لان هي لسه حاجة جديدة فالتكلفة بتاعتها عالية جدا. قد ايه تقريبا؟ فوق الستين. بعد كده الانترنت. التكلفة كانت في ايه؟ في اسعار النظارات، في ايجار النظارات، النظارات في عمل المساحة اللي انتوا خدتوها على الميتافيرس، التكلفة كانت اكتر في ايه؟ كانت اكتر في المساحة. المساحة؟ تصميم المساحة اخد مبلغ كبير شوية.
والمشكله الاخيره اللي قابلتنا الانترنت، ان سرعه الانترنت في مصر وحشه جدا، والعالم ده كله شغال على الانترنت. فكنا بنواجه مشكله كبيره عشان نعرف نتعامل مع البيئه دي على الانترنت اللي موجود. طيب الخطوات الجايه بقى اللي انتم بتفكروا فيها لهذا المشروع ممكن يتم استغلاله ازاي؟ انتم عملتوا دلوقتي فكره الابلكيشن، اما احول ده لمشروع ممكن يجيب لي عائد، العائد هيبقى ازاي؟ ازاي هتعملوا استثماره؟ ازاي ايه الخطوات اللي انتم واخدينها او الخطوات الجايه في مستقبلا خاصه بهذا الابلكيشن؟ واحنا بالفعل في بعض المسابقات يعني خاصه مشاريع التخرج قدمنا فيها عشان نعرض فكره مشروعنا، وكمان بنفكر في الوقت الحالي احنا كنا في حاجه مطورينها بس هي وقفت لمشاكل تقنيه، كنا عاملين حاجه جانبيه وجنبيها جوله افتراضيه في متحف جاير اندرسون في حي السيده زينب، كنا عاملينه عباره عن ان انت بتلبس نظاره وتدخل جوه تشوف في المعالم المتحف كله، وكمان في فويس اوفر بيحكي لك عن مثلا كل غرفه في المتحف ايه تاريخها وايه اللي حصل فيها، فدي كنا حاجه جانبيه عاملينها بس وقفت بسبب مشاكل تقنيه الحقيقه. احيانا بعض الناس بتسال يعني ايه لازمه ده لما انا ممكن اروح ازور المتحف على الحقيقه؟ يعني هل امتع ان انا اروح ازوره على الحقيقه ولا ان انا استمتع مثلا او ازور المتحف بالميتافيرس؟ لا طبعا الاثنين واحد. في ناس ما تقدرش مثلا تسافر بلاد ثانيه فهتشوف على بالتقنيات الجديده دي، بس ايه الامتع من وجهه نظركم؟ من وجهه نظرنا النظاره جديده، ان انا قاعده في بيتي وماشيه في قلب المكان ده عايشاه كاني انا موجوده فيه بالظبط، فبالنضاره لا حاجه مختلفه جدا عن اني اروح. وكمان دي ممكن تكون حاجه لترويج السياحه في مصر، ان انت متشوق تشوف الحاجه دي شفتها فيجي بقى يشوفها على الواقع. نفس السؤال بتاع ايه، احنا عشان الموضوع لسه مش عارفين ميتافيرس فهتلاقي اسئلتنا يمكن حد يشوفها بسيطه جدا او يعني مش ذكيه يعني، لكن ايه الفرق بينها وبين دلوقتي انت بتدخل على الكمبيوتر بتلاقي فيه متاحف وزي ما انت قلت بالصوت والفويس اوفر وكل ده 3D والكاميرا بتتحرك وبتجيب لك كل حاجه في المتحف وكل ده 3D، فايه الفرق بينه وبين ان انا ابقى لابسه نظاره؟ مختلف تماما. لا طبعا هو بيبقى مختلف، لان اولا اللقطات اللي اتاخدت جوه النظاره دي لقطات حقيقيه مش 3D، فهتدخلني اكتر في العالم جوه بتاع المتحف وهتخليني ان انا ايه قادر اتعرف عليه، وكمان مثلا ممكن يبقى لها استخدام جانبي او استخدام سهل تاني في اشخاص مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه او كده، يعني ممكن مثلا مش قادر اروح المكان هناك. عايز اقول لك يعني مش بس بتسافر بيك اماكن مختلفه، هي بتسافر عبر الزمن، يعني بالزبط. احنا هنا في 8 الصبح عملنا فقره كانت ممتعه جدا، زميلي خالد عمار خدنا في جوله لسفينه تايتانيك، يعني سفرنا لسنين طويله للخلف للماضي ورحنا على سطح سفينه تايتانيك، والتقنيات الجديده والتطور التكنولوجي المذهل ده بيسفرك لاماكن تانية لو انت عايز تلف العالم زي ضيفنا اللي فات اللي راح على الشريف، او ان انت عايز تسافر عبر الزمن. انا عايز اسافر بجد، مش عايز اسافر بجد. انا يا ريتني ابقى موجوده مثلا في الخمسينيات او انا عايز اعيش في السبعينات، تقدر تعمل ده مع التطور الكبير. واحنا بنشكركم طبعا ضيوفنا الكرام ندى احمد وعلي محمد على الفكره وعلى المشروع، شباب المستقبل، يعني انتوا اللي هتقودوا ان شاء الله وزيكم كتير في مصر العقول المصريه اللي هتقود مصر نحو مستقبل مشرق. شرفتونا، شكرا جزيلا جدا. استنونا بعد الفصل والمانجا بقى، محبي وعشاق المانجا، انتوا لو بتحبوا المانجا خليكم برضو يعني ممكن تشاركونا في احداث مهمه. صح، استنونا بعد فاصل صغير. من 15/7 ل 15/9 موسم أحلى فاكهة صيفية المانجا، واللي بالمناسبة فيه منها أكثر من 139 نوع منهم 18 نوع محلي. كل التفاصيل اللي محتاج تعرفها عن المانجا هنعرفها مع بعض من أرض الإسماعيلية. طبعا كلنا عارفين ان الاسماعيليه بتتميز بانواع المانجا المميزه في كل مكان والطعم والشكل وكل حاجه واختلاف الانواع علشان خاطر نسبه الملوحه في التربه هنا، وطبعا نسبه الملوحه ليها سبب. سنه 1869 حصل افتتاح قناه السويس على طول 193 كيلو من المدخل الجنوبي للمدخل الشمالي، وده عمل طفره في التربه ان زود المياه الجوفيه منسوب المياه الجوفيه، وطبعا الارض خاليه من اللوسات فتقدر الجذوع بتاع المانجا تنتشر بشكل طبيعي. كلنا عارفين ان مدينه الاسماعيليه مدينه استوائيه، فلذلك طبعا المانجا يعني بتحب الطقس الحار او المعتدل ليلا. السله والخطاف هم ادوات المزارع في قطف المانجا،
ولكن الخبرة في ميعاد الحصاد وجاهزية المانجا للقطف هي الأداة الأهم اللي بتأثر على طعمها. بالنسبة للمانجا اللي هي بتبقى ساقط أو نازلة من على الشجرة، بيبقى داير الحباية بتلاقيها، تلاقي فيه الصمغة، مادة صمغية. المادة الصمغية دي بنعرف إن الحباية كده نازلة من على الشجرة طبيعي، عكس إن بيبقى البرعم بتاعها من عند المانجال عنقود اللي هو بيغذي اللي بيبقى جاي من الشجر المانجاية، ده بيبقى ناشف. معنى إن هو ناشف معنى إن هي كده معطوفة قبل أوانها. في ناس بتستخدمه غلط، يعني في ناس بتستخدمه بتنزله الأسواق وزي كده، بيبقى عليه رش أو مبيدات بيرشوا عليه هرمونات أو حاجات زي كده، تبقى ما خدتش الغذاء الكفايه من الشجره، فبالتالي مش هتلاقي لها طعم ولا هتلاقي ريحه خالص. الاسماعيليه بتنتج حوالي نص انتاج المانجا في مصر، وده سبب رئيسي لاقامه مهرجان المانجا للسنه الثانيه في يوم 18 و 19 اغسطس في شارع محمد علي بالاسماعيليه. المهرجان السنه دي مختلف شويه عن السنه اللي فاتت، هو ده النسخه الثانيه ان شاء الله السنه دي 2023. اول اهدافه السنه دي طبعا التصدير خارج مصر. ثاني هدف هو الترويج السياحي، احنا عازمين كل سفرة العالم اللي هم 200 سفير في العالم موجودين هنا في مصر، زائد الملحق التجاري لكل دوله. المانجا الاسماعيلاوي هي الاشهر في مصر وبره مصر، وفي 2022 تم تصدير حوالي 76 الف طن مانجا لقارات مختلفه، وبشهادة المستوردين فالطعم يستاهل. جرب وتعالى الإسماعيلية. سالي تراد، 8 الصبح. تقول مصر منورة، ليش ما تنور؟ ها شوف المانجا السكري ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا قشر ما تشيل، القشر لا تشيله ده. ها ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم عسل. بلانا وشفا يا سالي، سالي تراد، شكرا على التقرير. بلانا وشفا، طبعا المانجا هناك في اسماعيليه وفي السويس من اجمل يعني انواع المانجا حول العالم. مصر عندها منتج عالي الجوده، وللترويج وللتعريف بيه اتعمل مهرجان المانجو في مدن القناه. السنه دي اول سنه بينطلق في السويس، كل سنه كان بيتعمل في اسماعيليه، السنه دي هيتعمل او اتعمل بالفعل وانطلق يوم الخميس اللي فات في السويس، وبعده هينتقل الى الاسماعيليه لمده 60 يوم، هي مده هذا المهرجان. احتفالات مختلفه بقى وسط نغمات السمسميه، الرقصات الشعبيه، مسيرات واحتفالات بالسيارات والدراجات، وكل عشاق ومحبي المانجا في السويس وفي الاسماعيليه ومنه الى كل محافظات الجمهوريه والى العالم كله بتصدر المانجا هذا وهذه الفاكهه الرائعه. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام النهارده ونتكلم اكتر عن المهرجان وانواع المانجا المختلفه. معايا في الاستوديو ضيوفي الاستاذه الدكتوره حنان عبد المجيد، استاذه البحوث الزراعيه ومشاركه في مهرجان المانجو. اهلا بيكي يا دكتوره حنان، صباح الفل. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. والنائب احمد خشانه منظم مهرجان المانجو، اهلا بيك يا سياده النائب. والاستاذ امير عبد الوهاب احد المشاركين في المهرجان، اهلا بيك يا استاذ امير وصباح الفل. صباح اهلا بيك وصباح المانجا. شفتي ايه شفتي وشي نور ازاي؟ لا شفتي ما انت بتقولي بتاكلي المانجا ازاي، او زي التقرير كده، هي المانجا تتاكل. شوف دلوقتي خلينا بقى ننطلق، معلش انا بستأذن حضرتك بس يا دكتور معلش، لكن هبدأ بسيادة النائب احمد خشانة علشان تنظيم هذا الحدث، في أهمية تنظيم هذا الحدث في الدعاية وفي الترويج لمنتج من اجود المنتجات المصرية على مستوى العالم. المانجا المصرية لها طعم ومكانة مختلفة بالتأكيد. اتفضل. وفعلا المانجا المصرية في كل دول العالم طعم، وفي مصر طعم تاني خالص حقيقي. احنا فكرة المهرجان جت في محافظة السويس منين؟ احنا اول مرة نعمله في محافظة السويس. بالزبط. محافظة اسماعيلية محافظة طبعا منتجة جداً من المقام جداً الاول للمانجا، وطول عمرها بتعمل المهرجان، ولكن احنا السنة دي بصينا احنا كمنتجين للمانجا واصحاب مزارع المانجا، لقينا ان احنا لا، احنا نسبة 65% من اراضي محافظة السويس مانجا. السويس بتنتج مانجا بكميات هائلة جدا. يمكن المانجا دايما بتحتاج لتربة فيها نسبة ملوحة شوية، ونتيجة مرور شريان قناة السويس في مدن القناة يعني أكسب تربة مدن القناة درجة ملوحة تتيح للمانجا أنها تنتج يعني بصورة جيدة جدا. فإحنا بصينا لقينا السنة دي إحنا يعني لا، السويس فيها مانجا تستحق أن هي تظهر للعالم كله مش لمصر بس، أن السويس بلد منتجة للمانجا. فكان الاتفاق او الحوار كان مع اللواء مجيد صقر محافظ السويس، يعني ده يعني هديه الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا في السويس باللواء مجيد صقر، يعني خلى السويس جنه
واحنا قدرنا نكمل ده بقى بمهرجان المانجا ان شاء الله السنه دي. عملنا مهرجان كل السويس شاركوا فيه. كام قد ايه مشارك؟ احنا كان عندنا لا يقل عن 3000 مشارك في مهرجان المانجا بكل فئات المجتمع السويسي من الاطفال للكبار للصغيرين. كم نوع مانجا موجود في المهرجان؟ كان عندنا اكتر من 20 نوع مانجا في المهرجان. كان هو مازال لسه انا بقول على يوم الافتتاح فعلا كان عندنا اكتر من 20 نوع من المانجا وكانت اسعاره بنسب يعني اقل من الربع مش اقل من النص. لا احنا يعني هنجي لك بقى يعني احضر الدنيا ونيجي بدل كمان حلوه واسعار فيبقى معاك. طيب دكتوره حنان خلينا نتكلم على حضرتك مشاركه في هذا المهرجان فاهميه ان لا يتم استخدام كيماويات. الناس بتهتم بهذا الموضوع على وجه الخصوص خصوصا في مجال التصدير احنا بنيجي نصدرها ان ما يبقاش في مستخدم كيماويات. طيب احنا في البداية خلينا نتكلم على ان المانجا بتعتبر ملكة الفواكه المناطق الاستوائية. احنا عرفنا طبعا ان محمد علي دخل لينا مجموعة من الفواكه في مصر. الفواكه دي ادخلها علينا وكان من ضمنها الملكة وهي المانجو او المانجا يعني الاسم العلمي ليها ايا كان. فلما نيجي نتكلم عن المانجو هو تراث مصري اصيل. لما بنخرج بره في دول العالم سواء الدول العربيه او الدول الاوروبيه اللي بيتم تصدير المانجا ليها بنلاقي الفرق شاسع جدا بين المانجا المعروضه في الاسواق هناك بالنسبه للمانجا بتاعتنا. طب ايه الاسباب يا ترى؟ ايوه لما نيجي نبص للمانجا بشكل عام بنجد ان حوالي 60% من المانجا هو لب اللي هو اللب اللحمي اللي هو موجود في المانجا. طب اللب ده غني بايه؟ غني بمجموعه خطيره جدا من الكربوهيدرات والالياف والدهون والفيتامينز والبروتينات فهو غني جدا 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 بحاجات كتيره. و20% من حجم الثمره بيبقى حوالي 20% من السكريات. طب ال 20% دول بيختلفوا من صنف لاخر، في صنف مرتفع في السكر بتاعه، في صنف بيبقى متوسط، في صنف بيبقى منخفض في السكريات بتاعته بالنسبه لاصناف المانجا. احنا بنتكلم على المانجا هنا النهارده بشكل كبير جدا ان انا في وضعي يعني الاكاديمي احنا الوقت كنا بنتكلم على ان من اول محصول تصدير على مستوى مصر بيوفر لي نقد اجنبي هو الموالح والبرتقال وبعدين ياتي بعديه في المرتبه بعد كده الثالثه العنب. اصبحنا دلوقتي لا المانجا بتنافس الموالح والبرتقال على المركز الاول. يعني انا بتكلم من حيث التصدير على الموسمين اللي فاتوا دول. ففعلا احنا لما يبقى عندنا محصول مربح محصول اقتصادي بيساهم بشكل كبير جدا في رفع المعاناه عن الموازنه العامه للدوله وعن العجز. المصريه ليها افضليه في الاسواق الخارجيه يعني حضرتك ذكرتي الموالح والبرتقال وعندنا التمور المصريه البصل الزيتون. والبطاطس والمانجا النهارده بنتكلم والزيتون. عنها طبعا. استاذ امير يعني احنا شايفين طبعا احجام والوان مختلفه من المانجا ومصر فيها يعني حوالي 100 نوع من المانجا الزبديه والعويس والالفونس والهندي والمنشاوي يعني كتير. عشرات الانواع. ايه الفروق ما بينهم والاقبال من المصريين وزوار المهرجان بيكون اكتر على اي الانواع؟ طبعا الفروق بتبقى في الحجم وفي درجة السكريات للحباية. يعني أكتر نوع مشهور وهو يعتبر فاكهة المصريين ويعتبر رخيص جدا السكري. ده أكتر نوع. واحد بقى معلش احنا عايزين نشارك ده السكري. ده السكري. ده يعني في متناول الجميع. كيلو بيبدأ من 15 جنيه و20 و25 حسب الحجم. ده أكتر نوع ليه إقبال. ده أكتر نوع ليه إقبال. وبقية الأنواع بقى خلاص. طبعا في الزبدة دي بقى طبعا يعني اللي هي اللي هو لونها محمر دي. دي بقى يعني دي للعصير دايما. لا هي لونها اخضر ولكن هي مستويه يعني هي لما في بعض الانواع بتبقى مستويه بس بتفضل من بره خضر. الاحمر دي ايه بقى اللي الناحيه دي نوع اسمه نعومي وده نوع اسمه تومي وده كريمسون. ايوه نعومي وتومي وده نوع اسمه كريمسون. كريمسون طيب الثلاثه شبه بعض جدا. وده كيت والفونس ودي نوع اجنبي اسمه كيت. العويس طبعا وفي جينا وفي مبروكه دي طبعا يعني دي بقى العويس دي ملك المانجا دي عبقريه والفص الصغننه دي مسمينها مدمره المانجا. طبعا الفص دي الفص فص الواحد ياخد 3 4 5 كده يا حبوب جوه يعني اغلى مانجا دي اغلى مانجا. طبعا الواحد وهو قاعد بيتسلى. طب احنا مش هندوق الحاجات دي يعني لو احنا قدامنا طبق زي ده حضرتك تنصحنا ان احنا ندوق فيه ايه؟ تسيبوا لي انا الاختيار؟ هتختار لنا ايه بقى؟ وليه؟ يعني نختار ايه وليه؟
يعني انا هختار لكم حاجه ما تتخنش. لا لا بس تبقى حلوه. لا احنا عايزين، لا انا عايزينها تتخن بس تبقى حلوه. انا عايزه الحلو في اللي يتخن وما يتخنش. اللي هو ايه بقى؟ يعني انا هنصحكم تاكلوا العويسي الاول. اه العويسي طبعا دي لا مش هيعرف ياكل حاجه بقى. لكن عايز اعرف يا دكتور الفرق ما بين الانواع، يعني في مثلا ثلاثه اللي هم شبه بعض اللي هم لونهم احمر، وفي اربعه اللي هم لونهم اخضر، اعرف ازاي وانا عند الراجل ان دي هيقول لي ان دي اسمها الفونس او دي مش عارفه ايه، او اعرف ازاي انهم مختلفين، اتعرف عليها ازاي بالنسبه للمستهلك العادي؟ مساله الوعي في اصناف وانواع المانجا وشكل الاستداره وطول الثمره وحجمها وزنها قد ايه، دي تصنيفات علميه يعني بيبقى يعني هيبقى صعب جدا بالنسبه للمستهلك ان هو يقدر يفرق ما بين الزبده ما بين الكيت الكنت، هتبقى عمليه صعبه جدا بالنسبه له، بيتشابوا كتير قوي في شكل الثمره، فده عايز خبره. لكن مركز البحوث طبعا حضرتك بتشتغلي، وفي كتير دايما عن نسمع ابحاث جديده، تطور علمي وابحاث علميه مختلفه، سلالات جديده، هل المانجا كان ليها نصيب من ده؟ خاصه ان احنا مؤخرا الحديث عن التغيرات المناخيه وتاثير كتير من المحاصيل بالتغيرات دي، المانجا بتتاثر بالتغيرات المناخيه، هل ليها نصيب من الابحاث السلالات الجديده وما الى ذلك؟ خلينا نقول ان احنا مركز البحوث في مجموعه كبيره جدا من المعاهد، المعاهد دي كلها شغاله لخدمه قطاع الزراعه. احنا طبعا في السنوات الاخيره العالم كله مش مصر بس بيعاني من 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 التغيرات المناخيه وتغيرها بشكل ملاحظ كبير جدا. طبعا مركز البحوث اول ما حصل موضوع التغيرات المناخيه ولان القطاع الزراعي المحاصيل البستانيه زي الفاكهه والخضر اكثر تعرضا وتلفا، موجات الحراره، موجات الاعاصير الترابيه اللي بتيجي، الرطوبه الزياده، الامطار، السيول، كل ده بيأثر. مركز البحوث طبعا في شتلات جديده للمانجو، دي قريب جدا هيتم استخدامها بالنسبه للمزارعين في الاراضي الجديده، لان احنا كلنا نعلم ان حدائق الفاكهه دي عمرها كبير بيتراوح من 10 سنوات عندك ل 50 سنه على فكره عمر الحديقه، فصعب انك تبيدي القديم ده كله اصناف كانت موجوده، فهنعمل شغلات جديده يعني بسين. بسين طبعا على الغواصه دي، بس هي المانجا ما تجيش الا كده. بالعكس ده انا يعني دي اللي هي ايه بقى حضرتك قطع الكاوسي؟ لا كويسي. هو كفايه احنا ممكن ندوق ده عشان كان نلحق ندوق على الحق من غير يعني دي لوحدها كده، دي انا هاخدهم معايا وانا قايمه الاوضه بس عشان نشوف. بالظبط دي بقى اللي حضرتك قطعتها دي العويسي، ودي هديه من اهل السويس ليكوا بقى الدور مانجه السويس. شكرا شكرا. الله حاجه اسماء طبعا دوقي. هو يعني سياده النائب مقطعها لنا بطريقه شيك زي ما بقول لكم للمصريين. انا عايزه اطمنكم ان احنا بنتميز في السويس بحاجه مش هنلاقيها في محافظات الجمهوريه، ان احنا بنستخدم نظام حيوي بنسبه مش هنقول 100% 90% لمنتجات واصناف المانجا المزروعه عندنا في السويس بنتبع النظام الحيوي، وخاصه في بعض المزارع دي لينا حق بقى السويس تاخد صيد بقى في طبعا رهيبه يا جماعه، هتبقي مرتاحه نفسيا وانت بتاكليه يعني مفيش متبقيات كتيره من المبيدات. هنا ساسكت قليلا عشان المانجا جميله جدا جدا. دي ايه؟ دي نوع ايه ده؟ لويسي؟ دي سكري وعويسي. دي السكري. انت دقتي ايه؟ اللويسي ولا السكري؟ مش عارفه. السكري. السكري رهيبه رهيبه رهيبه. حلو على اللويس بس واحده لا احنا لسه هندوق كل ده، احنا عشان مكملين بعد الحلقه. سكري عشان متقشره. طب ايه الحاجات بالنسبه لو هصنفها كده بالارقام؟ رقم واحد طبعا احنا قلنا خلاص العويس والفص دي خارج المنافسه زي ما بعد كده انزل ايه؟ هو العويسي وبعدين الفص وبعدين الصديقه وبعدين السكري الممتاز. السكري الممتاز دي كمان يعني حاجة رهيبة جدا بس طيب. بتستوي في أول 10 أيام من 8. في الطيمور في احنا معاك يا احنا مركزين معاك بس انا مع حضرتك بس في الطيمور وفي الهندي وفي الكريمسون وفي الكيت. طب الإقبال أخباره إيه بقى في المهرجان؟ رهيب. من مصريين بقى وغير مصريين يعني عاوز أقول لحضرتك على كله. عاوز أقول لحضرتك حاجة، إحنا أول يوم بدأنا المهرجان كان المنتج اللي موجود في المهرجان كان 15 طن مانجا. خلصوا اتباعوا كلهم؟ خلصناهم في ساعتين. كان اقبال غير طبيعي. ايوه في فايده بقى جت من المهرجان ده، ان احنا يعني كل تجار التجزئه اللي في المحافظه كلهم اصحابنا وحبايبنا، ولكن المهرجان يعني ادلى بداله في انخفاض سعر المانجا بصوره كبيره جدا في المحافظه. ليه؟ لان كل الناس رايحه على المهرجان. تاجر التجزئه عاوز يبيع فبيضطر ان هو ياخد هامش ربح صغير عشان يعرف يبيع المانجا. الناس كلها تستمتع بال نتمنى ان يعني
يعني الاسعار دي تعم على الجمهوريه كلها مش في السويس بس. احنا حصل كمان عندنا رواج استثماري في مستثمرين يا سعاده النائب كان لسه بيقول لي الصبح ان احد الاشخاص المستثمرين اتصل بيه ان هو عايز يزرع كم عدد من ابنائنا في محافظه السويس. طبعا واسميها ايه زي هايدي ومبروكه وكده ينفع ازرع شجره مانجا واسميها باسمي طبعا لان دي اشجار معمره على فكره في الارض بتقعد سنين طويله جدا. فهو طبعا هو بيدور لقدام شويه. بيجي بعد قد ايه يا دكتور؟ ثلاث سنين يعني كمان عمرها قليل. مش والمانجا الاجنبي بعد سنتين يعني الكيتو والكيتو والنعومي طعمها حلو زي السكري محلي هو محلي بس قليله في نسبه السكر. هدوق هي زي السكري او العويس. هندوق بعد يعني علمونا. بشكر طبعا حضراتكم. الحلقه خلصت بس انا هاكل بس الحته دي وهنكمل. طب انا هاخد بقى بقيه الطبق. معلش انت خدتي حاجتك. لا مش ممكن بجد. خلينا نشكر طبعا ضيوفنا الكرام استاذه الدكتوره حنان عبد المجيد استاذه البحوث الزراعيه ومشاركه في مهرجان المانجو. شرفتينا وافدتينا يا فندم. سياده النائب احمد حشانه منظم مهرجان المانجو واللي قدم لنا هذا الطبق الجميل كل الشكر لحضرتك. شكر خاص الحقيقه. الاستاذ امير عبد الوهاب احد المشاركين في مهرجان المانجو. شرفتونا. شكرا يا فندم. شكرا. وامتعتونا. او اكلتونا. واطعمتونا اطعمك الله. خلصت حلقتنا. بكره ان شاء الله يوم جديد حلقه جديده 8 الصبح. ابدا يومك صح. صباحكم مانجا.